مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه النهارده هنا الشباب وهنا الشباب اخر حلقه في حلقة مسابقات الشهرية النهاردة ثالث حلقة في مسابقات الشهرية الأسبوع المقبل عندنا الثلاث والأربع الفاينلز فاينل شهر مايو وفاينل أيضا الجراند فينالي بقى بتاع الموسم الأول نعدكم بموسم تاني اللي هنا الشباب. احنا الحقيقة استمتعنا جدا بهذه المسابقة برغم المجهود الرهيب اللي احنا بنعمله فيها واللي المحكمين بيعملوه فيها، لكن الحقيقة احنا سعداء جدا بكل الشباب اللي بنقدر ان احنا نديهم فرصة للظهور امام الملايين وفرصة ان هم يجيهم مستثمرين. واحنا الحقيقة هنقول لكم في نهاية هذه الحلقات ان مش بس الناس اللي كسبت المسابقة اللي كسب المئة ألف جنيه او اللي هيكسبوا المليون جنيه من ايجي بانك قروض، ولكن ايضا الشباب اللي جالهم مستثمرين، الشباب اللي جات ناس تساعدهم، الشباب اللي ناس شافتهم، هو ده كل اللي هنقوله لكم في نهاية هذه الحلقات. احنا فعلا سعداء بهنا الشباب وان شاء الله هيستمر بعد العيد في مواسم اخرى. لكن بعد الاخبار ايضا عندنا فقرة مهمة هنتكلم فيها عن كل ما يخص تخفيضات السلع اللي هتبدأ في معرض سوبر ماركت اللي من يوم 22 الجاري، لكن ايضا التخفيضات هتبتدي في معارض اهلا رمضان اللي موجودة في أماكن كثيرة واللي بتبتدي من يوم 18 والتخفيضات بتصل إلى 30%. النهاردة هنكلمكم سلعة سلعة، إزاي السلع أسعارها كانت إيه قبل التخفيضات بقت إيه بعد التخفيضات، وهنكلمكم عن هذه التخفيضات. يا جماعة هذه تخفيضات حقيقية، ولكن لا يعني ذلك ان احنا نروح نخش بالعربية نملى العربية سلع. أرجوكم نراعي بعض، يعني مش لازم نخش نكدس السلع، نشتري على قد احتياجاتنا، السلع موجودة مش هتختفي، التخفيضات موجودة، فنحاول ان احنا يعني نراعي بعض علشان السلع دي اكيد مش قد 90 مليون يعني، فنحاول ان احنا بس نراعي بعض، ولكن السلع متوفرة، معارض اهلا رمضان متوفرة، ومعرض سوبر ماركت اللي هو تحت رعاية الرئيس بنفسه هيبقى موجود من يوم 22 لمدة عدة ايام في قاعة المؤتمر. خلونا نبدأ بالأخبار. وغدا الرئيس أدلى بحوار مهم للصحف القومية، والحقيقة عناوين الحوار ده هي عناوين مهمة خبريا حتى وإخباريا، هي عناوين مهمة جدا، وهبدأها بالعنوان الأهم وهو عن زيادة الإعفاءات الضريبية ومضاعفة المقررات التموينية في الفترة المقبلة. يعني خلال أسابيع الرئيس بيقول إجراءات حمائية جديدة خلال أسابيع لمصلحة الطبقة المتوسطة ومحدود الدخل، والحقيقة النهاردة هنا الرئيس بيذكر لأول مرة الطبقة المتوسطة. يعني دايما كنا بنتكلم على محدود الدخل، لكن احنا النهاردة ابتدينا نتكلم عن الطبقة المتوسطة اللي الحقيقة بتعاني ربما أكتر من طبقة محدود الدخل، لأن طبقة محدود الدخل يعني في حد من يرعاها، يعني في الدولة بترعاها بشكل كامل، لكن احنا بنتكلم على الطبقة المتوسطة اللي الدولة ما تقدرش ترعاها بشكل كامل. فالرئيس بيقول إن هناك إجراءات حمائية خلال أسابيع للطبقة المتوسطة، والأهم الحقيقة موضوع زيادة الإعفاء الضريبي، وده نوع من أنواع التخفيف على الناس، انه نزود شريحة الاعفاء الضريبي من تحت. يعني احنا بنعلى من تحت لفوق، بدل ما نزود على الناس ضرائب من فوق احنا بنزود الاعفاء الضريبي على الناس، فالناس يبقى يعني بيزيد يرتفع معدل الدخل بتاع المواطن، بدل ما يكون مثلا بيدفع ضريبة على 10,000 جنيه يوصل ل 15,000 جنيه. هنعرف التفاصيل دي اكيد عندما يعلن عنها. الرئيس كمان بيتكلم على تطبيق قانون الطوارئ بحزم في مواجهة التعديات، ومن سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة. واتكلم ايضا على موضوع التعدي على الاراضي، وقال ان هناك مؤتمر موسع نهايه الشهر الحالي بحضور وزيري الدفاع والداخليه ومحافظي ومدير الامن وقاده الجيوش والمناطق العسكريه لاعلان نتائج جهود اعاده الاراضي الدوله واستعاده حق شعبها، وطالب الاعلام للمشاركه لاستعاده حقوق الدوله والشعب وممثلي المحافظات. والحقيقه ان احنا مستعدين بكل يعني قوه وبكل
كل يعني مستعدين أن نشارك في استعادة هذه الأراضي. وأظن أن دورنا كإعلام في هذا الأمر هو أنه إذا الدولة يعني دولة طبعا هتحصر الناس المتعدية على هذه الأراضي وهتحصر الشركات المتعدية على هذه الأراضي، إحنا بقى مستعدين أن إحنا نعلن قائمة بهذه الشركات إذا تباطأت هذه الشركات إما عن تسليم هذه الأراضي أو عن تقنين أوضاعها. ببساطة شديدة جدا يعني إحنا مستعدين إن إحنا نعلن أسماء الأشخاص والشركات التي تعدت أو تتعدى على أراضي الدولة، علشان زي ما الرئيس قال هي مش طابونة لكن هو الحقيقة في فساد. فبالتالي إحنا مستعدين، الرئيس بيدعو الإعلام للمشاركة في ذلك، والحقيقة إحنا مستعدين جدا جدا إن إحنا نشارك في هذا الأمر ما إذا كانت لدينا معلومات موثقة بتعدي البعض على الأراضي، طالما هذه المعلومات هي معلومات موثقة وثابتة من الدولة. بيتكلم بقى على ثلاث محاور جديدة في الصعيد لربط شرق النيل، بيتكلم على طبعا استيلاء على ارض الشعب وحقوق فقراء هو تهديد لامن مصر، ومسؤوليه الدوله ان تنظم كيفيه الحصول على الاراضي. خطوات جاده سيتم اتخاذها قريبا، يعلن خلالها بعض الإجراءات الحاسمة والحازمة بشأن استعادة الأراضي، وإن التعديات لم تسلم منها الأراضي الزراعية أو السياحية أو أملاك الدولة. الحقيقة أنه حوار مهم جدا، المواطن قد يكون غاضبا من الغلاء لكنه يعلم أن التركة ثقيلة تتطلب وقتا وجهدا وتحتاج إلى تضحية، لو لم تكن القوات المسلحة طرفا أصيلا في مجابهة التحديات وعملية البناء ربما لم نكن استطعنا مجابهتها. يعني الحقيقة أنه بيتكلم على أمور كثيرة جدا، أدعوكم لقراءة حوار السيد الرئيس في الصحف القومية وفي الأهرام غدا، وقال أنه هو هيقدم كشف حساب في يناير أو فبراير لكل ما قدمه منذ تولى المهمة في 2014. قال ان هو سيتقدم للشعب بكشف حساب، احنا عارفين انه العام القادم هو عام الانتخابات وهو عام انتخابات الرئاسية في مايو، يعني بمايو القادم سيكون لدينا اما الرئيس السيسي سيتم التجديد له، او يعني الشعب المصري سيقرر ان يختاروا لاربع سنوات جدد، او سيكون لدينا رئيس جديد. يعني الحقيقه انه هذا هو عام الرئاسه، عام الانتخابات الرئاسيه 2018. الحقيقه انها يعني كلها تصريحات مهمه، بيتكلم على مدينه العالمين، بيتكلم على مؤسسات الحكم ستنتقل للعاصمة الإدارية قبل نهاية 2018، أرفض عبارة كله تمام في عدم الاعتراف بأن هناك أوجه قصور، خداع للناس ولنفسي. والحقيقة أنا بقف قدام الجملة دي وأعتقد أنها جملة مهمة وبحيي جدا عليها، كله تمام دي، وأنه هتكلم بعد شوية على بعض التصريحات بتاعت كله تمام دي، لأنه يعني بعض المسؤولين مصرين أنه يعني المهم ان انت تقول الحقيقة وتقول ان لدينا مشكلة ولدينا مشكلة وبنحاول نحلها وهذه وسيلتنا في الحل، هو ده مسؤول العالم بيعملوا كده، لكن فكرة ان احنا نقول لا والله ده كله تمام، الحقيقة انها فكرة غير يعني عظيمة والناس ما بقتش بتصدق. طيب معي على الهاتف السيدة وزير التضامن الاجتماعي السيدة غادة والي. مساء الخير يا سيدة الوزيرة. مساء الخير يا استاذة لنا. اولا ببارك لك على سنتين على كرامة وتكافل. بشكر حضرتك، وحضرتك كنت اول الداعمين واكثر المتابعين. اشكرك، وان شاء الله الاسبوع الجاي نعمل حلقة نقول بقى التفاصيل اللي هيحصل، لكن الرئيس كان بيتكلم على يعني اجراءات حمائية جديدة سيعلن عنها خلال اسابيع، لو تقول لنا يعني بعض الملامح عن هذه الاجراءات. يعني كل اللي هقدر اقوله ان الرئيس كلف الوزارات بالعمل على دراسة اجراءات حماية اجتماعية لحماية الطبقات الافقر الفقراء والفقراء والطبقة الوسطى ايضا بمجموعة تدخلات مختلفة لدعم الطبقات المختلفة بالقدر الاقصى والقدر الممكن، فاحنا مكلفين باننا ندرس بدائل ونعرضها على سيادة الرئيس وعلى مجلس الوزراء ودراسة كل ما يمكن عمله لدعم
يعني لدعم المصريين اللي الحكومة والدولة مقدرة جدا. طبعا الظروف الاقتصادية والتحديات اللي بتواجهنا واللي يعني بسبب إجراءات إصلاح اقتصادي كان لابد من اتخاذها من زمان كان ليها أثار على الأسعار. طيب دي أول مش أول مرة ولكن من المرات القليلة اللي بنذكر الطبقة الوسطى سيادة الوزيرة، يعني دايما كان الحديث عن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، وطبعا دول لازم يكون الأولى بالرعاية، بس أنا سعيدة إن احنا بنذكر الطبقة الوسطى لأنها الحقيقة أقول لحضرتك الأكثر فقرا أو أفقر الفقراء هم غير القادرين على العمل، هم المسنين اللي ما عندهمش حماية اجتماعية، هم ذوي الإعاقة، هم المرأة المعيلة وهكذا، دول أفقر الفقراء والأكثر هشاشة. يليهم على طول الفقراء اللي هم بيعملوا ولكن دخلهم محدود أو فرصهم في الكسب محدودة، سواء لمحدودية المهارات أو لأن ما فيش نشاط اقتصادي في اللي هم في المكان اللي هم فيه أو في طبيعة القطاع اللي هم فيه. وده بيكون لما تكون في تباطؤ اقتصادي، ولكن لما بيكون في تضخم، التضخم بيؤثر على الجميع طبعا. بيؤثر على الأغنياء والميسورين والطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى هي العمود الفقري للمجتمع، وبالتأكيد لما تتأثر الطبقة الوسطى يبقى لازم الحكومة تنصت جيدا وتعمل على محاولة التخفيف عن الطبقة الوسطى. أيضا عين السيد الرئيس على كل الطبقات، والعدالة الاجتماعية مش بس إنك تشتغلي مع أفقر الفقراء ولكن أن تتيحي فرص متساوية للجميع، والحماية الاجتماعية إنك تحمي كل المصريين حينما يحتاجون الحماية، يعني الناس تدخل وتطلع من مظلات حماية صحيح. حسب الظروف الاقتصادية. طب إزاي بتفكروا في الطبقة الوسطى سيادة الوزيرة، خاصة أن الطبقة الوسطى دي مش شريحة واحدة الحقيقة، هي مجموعة شرائح، فبتفكروا يعني تدعموها إزاي؟ إنه أنا طبعا إحنا في مرحلة الدراسة وفي مرحلة يعني تجميع المعلومات، ولكن عادة حضرتك لما بيكون في تضخم، لما بيكون في إجراء اقتصادي له أثر اجتماعي ما بيبانش مباشرة، فكان مفروض ننتظر عدة أشهر عشان نقدر نقيس الأثر. وإحنا عندنا بحوث الدخل والإنفاق اللي تقوم بيها الحقيقة جهاز المركزية التعبئة العامة والإحصاء والدكتورة هبة الليفي، وبحث الدخل والإنفاق الأخير كان في 2015 وفي بحث هيصدر قريبا في 2017. ده مهم جدا الحقيقة، فدوت هيدينا مؤشرات لكل الطبقات، بيقسم المجتمع لعشر شرائح وبيدينا مؤشرات الدخل والإنفاق لعشر شرائح، فده أيضا هيكون مفيد إن إحنا نسترشد فيه. لكن احنا بنبص على اوجه الانفاق، على ايه اكثر حاجة بينفق عليها كل فئة من الفئات، بنبص على ايه هي البرامج اللي بتوجه لكل فئة بشكل مختلف. يعني انا ما اقدرش اتكلم عن حزمة متكاملة دي بيعلن عنها السيد رئيس الجمهورية ولازم يقوم بيعتمدها مجلس الوزراء وبيدرسها المجموعة الاقتصادية طبعا وقيادة وزير المالية لان هم بيتحملوا التكلفة طبعا. لكن مثلا احنا في وزارة التضامن الاجتماعي، وده البرنامج اللي اقدر اكلمك عنه، قلنا ان احنا هنطلق برنامج بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي هيقرض فيه الاسر المتوسطه اللي اولادها في مدارس خاصه، في المدارس اللي شريحتها بسيطه، يعني ايه؟ يعني مصروفات مدارس 5000 جنيه في السنه، لو في كذا طفل يقدروا ياخدوا قرض من بنك مصر، على بنك مصر يسدد للمدرسه والاسر تقسط المصروفات للمدارس الخاصة اللي هي مصروفات السنة من 1000 ل 5000 مثلا. فده برنامج تحت الدراسة في بنك ناصر الاجتماعي، وقابلنا جمعيات وروابط أصحاب المدارس الخاصة اللي بتخدم الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى. فده أحد البرامج. دي فكرة كويسة هايلة عليها طبعا. لأن حضرتك لما بيكون عندك ابن واثنين وثلاثة في مدرسة بتصرفي 5000 جنيه في السنة غير مصاريف أوتوبيس أو كتب، ولو ده المدارس زودت مثلا ده يبقى هيبقى ضغط على الأسرة، وفي نفس الوقت قد تفكر إنها تودي ولادها في مدارس حكومية، المدارس الحكومية مش دايما بيبقى فيها مكان. وبالتالي إحنا قلنا نبتدي ندرس هذا الموضوع، في فريق عمل بيشتغل عليه، في حوالي 10 مدارس خاصة في القاهرة الكبرى بتشتغل معانا، وفريق من بنك ناصر وقريب هيخلصوه. أظن إن دي فكرة هايلة، وأتمنى إن يبقى فيه أفكار مثل هذه الأفكار. أيضا بندرس أيضا، ودي بتكون يا إما قروض بدون فوائد يا بفوائد متدنية جدا جدا. الحاجة الثانية بنفكر أيضا في قروض لتحسين المسكن. النهاردة حضرتك ممكن تكوني محتاجة تصلحي تعملي عمل إصلاحات في منزلك،
ولكن ما عندكيش الكاش لان الحاجات غليت، السيراميك الصحي البياض الحاجات دي، لو محتاجه برضو قروض لتحسين المسكن برضو بندرسها. ايضا توصيل الغاز للمنازل ده هندعمه من بنك طبعا. مصر بالاتفاق مع الحقيقه الهيئه العامه للبترول وشركه اي جاز، فهنعمل حضرتك المقايسات بتبقى ساعات صعبه على الناس صح، وبيبقى الغاز داخل الشارع والاسره مش قادره توفر الثلاث لأن اربع المقايسة الاف غالية. للمقايسه، فهندفعها احنا، وده توصيل الغاز غالبا طبقه وسطى لانه بيبقى في صح. المدن، فدي البرامج بتاعتنا. لكن طبعا في حزمه مختلفه يعني. لا بس الحقيقه يعني حتى ملامح هذه البرامج ابتدينا نبص انها فعلا بتستهدف طبقه مختلفه. يعني انا بقول ان في طبقات كتيره محتاجه الرعايه، بس دايما كنا بنسمع عن الاولى بالرعايه، ولكن ما كناش بنسمع عن الطبقه الوسطى اللي هو ولادهم في مدارس خاصه. انا اظن ان ده تحرك مهم جدا، لانه هؤلاء طبعا من اكتر الناس اللي يعني اتوجعوا فعلا من الاصلاح الاقتصادي. انا بشكرك سيادة الوزيرة غادة والي، اللي هنستضيفها ان شاء الله الاسبوع الجاي وتتكلم على كرامة وتكافل. سنتين على كرامة وتكافل، ده برنامج قريب جدا الى قلبي الحقيقة، لان اظن ده من اهم البرامج اللي ممكن تدعم محدودي الدخل، الدعم النقدي المباشر المشروط. خلونا نذهب الى اخبار اخرى. وكنا كلمناكم من الاسبوع الماضي عن حبيب العدلي وزير الداخلية الاسبق، وقلنا ان هو اين حبيب العدلي، وتقطعنا بعد كده، قال لك انتوا بتعملوا اشاعات وبتروجوا مش عارفه ايه، وانت تعرفي منين هو فين. قلت يا جماعه، رجعنا ورا كده قلنا طيب نستنى ونسال، يعني احنا بنسال سؤال امبارح، قلنا لكم ان النيابه اصدرت بيان قالت فيها انها طالبت الداخليه عده مرات بالتوصل لمكان حبيب العدلي، والداخليه قالت لهم والله لم نتوصل لمكانه. ثم كان المحامي كان له تصريح انه حبيب العدلي هيروح النهارده المحكمه في سياره اسعاف. ما راحش. يعني ما راحش، رفضت المحكمه، والنهارده المحكمه رفضت الاستشكال المقدم من وزير الداخليه الاسبق لوقف الحكم الصادر ضده في 15 ابريل الماضي بالسجن 7 سنوات. طيب معي على الهاتف دكتور محمد الجندي، محامي وزير الداخليه الاسبق السيد حبيب العدلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ حبيب العدلي ما راحش ليه المحكمة النهارده؟ أولا حتى الصباح وحتى قبل الجلسة كان من المقرر أن يحضر اللواء حبيب العدلي مع سيارة الإسعاف رفقة الفريق الطبي المعالج له، إلا أنه قبل الجلسة بعدة دقائق فوجئت باتصال أنه لن يتم حضور حبيب العدلي، وكان هذا الاتصال من أشخاص مقربين بحبيب العدلي، فامتنعت عن الحضور جلسة الإشكال نظرا لأن القانون يوجب أن يحضر المتهم بنفسه في جلسة الإشكال، وحضر زميل آخر الذي تولى الدفاع عنه أصلا في هذه القضية وقضي بالسجن مع هذا الزميل، حضر بالإشكال النهاردة بموجب وكالة وتوكيل، والمحكمة رفضت حضوره وقضت برفض الإشكال لأنه يتعين أن يحضر المتهم بنفسه جلسة الإشكال. والزميل اللي حضر النهاردة ذكر أن حبيب العدلي منذ شهر يعالج في مستشفى وأنه لن يتمكن من الحضور، وبناء على هذا أخذت قرار من الآن أنه لن يتم الحديث عن اللواء حبيب العدلي، نظرا لأنه لا يوجد ثمة اتصال بيني وبينه أو بين المقربين منه منذ الصباح الباكر، ولا اعلم اي شيء عنه او عن القضايا او عن ما يسال. هو حضرتك مش محاميه يا فندم؟ انا محاميه يا فندم من سنه 2007، انا والدكتور عصام البطاوي. وحضرتك اللي موجود معاه في القضايا ولا في محامي اخر؟ والدكتور عصام البطاوي كمان في كافه القضايا موجود، انا والدكتور عصام البطاوي والاستاذ فريد الديب، الا انه القضيه الاخيره التي حكم فيها على اللواء حبيب العدل بالسجن 7 سنوات كان يتولى الدفاع الأستاذ فريد الديب منفردا، واعتذر المكتب أنا والدكتور عصام عن فأنتم معتذرين عن هذه القضية أساسا. إلا أنه بعد صدور الحكم تم الاتصال بي لكتابة النقد في هذه القضية، وبالفعل أتولى كتابة مذكرة الطعن بالنقد في هذه القضية.
هو حضرتك ما بتكلموش كمحاميه، مش بتكلمه شخصيا ولا ايه؟ حالته الصحية المتدهورة التي أبلغت بها كانت متدهورة ازاي نعم. يعني؟ هو معلش يا فندم، هو ربنا يشفيه، وعنده ايه؟ أنا على حسب ما قيل لي حضرتك ونقل من الأشخاص المقربين منه إن هو أصيب بجلطة شديدة فور سماعه الحكم وذبحة صدرية، والأطباء كانوا ينصحونه إن هو حتى مجرد حركة إيده فيها خطورة على حياته. هو في فما كانش مستشفى في ايه استطاعة. يا متر؟ في مستشفى ايه يا دكتور؟ أنا لا أعلم المكان الذي يتواجد فيه حبيبي العدل، إذا كان في المستشفى أو في البيت أو في أي مكان آخر. كل ما حضرتك بتقولي نقل ان لي عنده أنا جلطة، ما هو اللي ذكرته عنده جلطة ده لازم يبقى في المستشفى يا فندم، صعب قوي ان هو يبقى في البيت. هذا ما نقل لي إن هو كان مجهز حجرة لي وكأنها حجرة رعاية مركزة يتم علاجه فيها بإعطاء تقارير طبية وتحاليل وما يحتاجه من محلول وغيره، دوت اللي نقل لي، لكن هل لم جابوا أفصله لحضرتك، هل ولا حضرتك أعلم. معاك تقرير طبي بحالة المتهم حبيب العدلي؟ قدم تقرير طبي بجلسة اليوم. قدم تقرير طبي في جلسة اليوم أي يا من فندم، قبل المحامي الآخر. من قبل الأستاذ فريد الديب. من قبل الأستاذ فريد الديب. طيب ممكن أي نسأل يا الأستاذ. فندم، طيب يبقى لازم اكيد معروف ان هو في مستشفى ايه يعني، ما اكيد مش مستشفى اللهو الخفي يعني، اكيد معروفين اسم المستشفى يعني. أنا لا أعلم شيء عن هذا. وحضرتك مكمل في القضية دي ولا ايه النظام؟ هكتب النقد بتاعه، وبالفعل تقريبا فرغت من كتابة النقد إلا بعض النقاط اليسيرة الأخيرة. شكرا، بشكرك دكتور محمد الجندي، محامي احد محامي حبيب العدلي، النائب مصطفى بكري. مساء الخير يا سيادة النائب. مساء الخير استاذ لميس، تحس اهلا انها بيك. موضوع كوميدي مش كده، ولا انا بس بحاول ان انا امسك نفسي؟ يعني الحقيقه يعني ان يقال انه في مستشفى، وان وزاره الداخليه تبلغ نيابه وسط القاهره بانها لم تعثر على حبيب العدل، وعلمت اليوم من مصادر امنيه ان اجراءات شديده وتعليمات من السيد وزير الداخليه بضروره القبض على حبيب العدل في اسرع وقت ممكن. ثم يخرج البعض يقول انه في مستشفى، لا أعرف أي مستشفى هذا الذي يعجز الأمن عن الوصول إليه، وبعدين ولا بصراحة أعرف. هو لو في مستشفى كنا كلنا عرفنا أنهي مستشفى، أنت عارف في من مصر ما المؤكد، بيستخباش حاجة. من المؤكد، سيادة النائب يعني. وتارة يقال أنه في غرفة مجهزة، وتارة يقال أن تقارير طبية. طيب الأطباء اللي قدموا تقارير طبية أكيد اسمهم موجود على التقارير المقدمة، ألم يعني يسألهم أحد أين كتبتم هذه التقارير وكيف ومتى ولماذا؟ يعني في كل الأحوال أيا كان الأمر لا أحد يستطيع أن يجزم بشيء، ولكن الحقيقة الوحيدة التي يستطيع الجزم بها أن حبيب العدلي غير موجود في مقره، أنه لم يسلم نفسه للمحكمة، أن حكما نافذا قد صدر من محكمة جنايات القاهرة ورفض الاستشكال وطالبت المحكمة بضرورة القبض عليه والاستمرار في تنفيذ حكمها. كل ذلك يجعلنا نتساءل كيف هرب حبيب العدل. طب دلوقتي انا هو تقدمت قدامه ايه؟ هو قدامه نقض مش كده يعني، قدامه خطوة اخرى. بالتاكيد بالتاكيد حكم 7 سنوات، من المؤكد انه سيذهب الى محكمة النقض، ولكن ذهابه الى محكمة النقض لا يمنع باي حال من الاحوال من تنفيذ الحكم لحين تقديم القضية الى النقض. ساعتها إما يعاد محاكمته، وإما تتصدى النقض لهذا الأمر أو غير ذلك من الأمور. قريت لك ولكن في تصريح أن هناك متواطئون. من المؤكد يعني في مجموعة بتحرسه، هم دول المسؤولين بالأساس. لا ما هو يعني قال هم لك إن دول. كان في شركة خاصة، وبعدين ايه ان الحراسه سقطت، اللي هي فكره ان هو تحت الحراسه تحت التحفظ دي سقطت عليه اول ما الحكم جه، ففي انت عارف في فراغ كده حصل لمده 7 ثواني، ففي ال7 ثواني ده هو مشي يعني، انت عارف لا يعني علينا ان نفهم. انا لهذا السبب الحقيقه ولهذا اللبس قدمت طلب الاحاطه حتى ياتي السيد الوزير ويقول لنا هل بالفعل هناك يعني قوات من وزارة الداخلية كانت في حراستي أم لا. اثنين، ده كان محطوط بالقوة الجبرية، ده قرار رئيس الوزراء ان طبعا هو متحفظ طبعا عليه بالقوة الجبرية يعني، انت طبعا تحت الإقامة الجبرية.
طبعا الحاجة الثانية كيف خرج من بيته وهو تحت مين قال لك لا قدر الله يعني جات له الجبرية. جلطة؟ احنا مش طبعا مش عايزين الأمر نقول حاجة. الثالث، لماذا يعني بعد صدور الحكم لم تتخذ الإجراءات الكفيلة باستمرار الحراسة المشددة؟ لأن الحكم قد صدر وقيل أننا يعني في انتظار أن يصدر القرار التنفيذي ونأتي بصيغة الحكم وغير ذلك من الأمور. طيب أليس من المجدي أن يكون هناك إجراءات احترازية منذ يعني صدور هذا الحكم؟ لأن خيار الهروب هو خيار وارد في كل الأحوال. حقيقة المسألة تحتاج إلى يعني إجابة على علامات استفهام كثيرة، ومن هذا المنطلق أنا تقدمت بطلب الإحاطة إلى مجلس النواب اليوم للإجابة على هذه التساؤلات و تقديم يعني ما حدث أمام الرأي العام بصورة واضحة على لسان وزير الداخلية. بشكرك سيادة النائب مصطفى بكري. ما علينا يعني ما علينا، هو بقى في مستشفى هرب عيان ربنا يشفيه اختفى يعني في النهاية، بس هنفضل ندور عليه. يعني في حاجات في قضايا كده بحس انها قضايا شخصيه، نفضل ندور عليه وان شاء الله نلاقيه، وربنا يسهله ان هو ما يبقاش عيان، ان شاء الله يبقى كويس وكده وما يبقاش تعبان. طيب النهارده كان في مجموعه اقتصاديه وانا بهتم جدا بما يصدر المجموعه الاقتصاديه، كان في مؤتمر صحفي للمجموعه الاقتصاديه، خرج فيه السيد محافظ البنك المركزي كان له تصريحات مهمه، السيد الوزير الماليه كان له تصريحات مهمه. خلونا نسمع اجزاء من تصريحات محافظ البنك المركزي ونعلق عليها. النجاح اللي تم انه السوق المصري نفسه ادخل الى الجهاز المصرفي نقد أجنبي يقدر به في ستة أشهر 23 مليار دولار. 23 مليار دولار من السوق المصري، 8 مليار دولار من الخارج، و15 مليار دولار من الخارج من اتفاقات دولية مع دول في الخارج زي اتفاقات مع الصين إلى آخره. يعني الاقتصاد المصري استطاع أن يجذب 45 مليار دولار الى الجهاز المصرفي والبنك المركزي في ستة اشهر. ده غير الوضع النقدي بتاع مصر بطريقة كبيرة جدا، والنهاردة ما بقاش فيه عندنا مشكلة في النقد الاجنبي. الموضوع لما احنا حبينا ناخد الاجراءات في الاول ما كانش موضوع اسعار، الموضوع كان تأمين هذا البلد. اقدر اقول النهاردة مشكلة النقد الاجنبي في مصر اصبحت تاريخ بلا عودة، وده باعتراف مش اعتراف، بدليل الاستثمار الأجنبي اللي دخل مصر منذ تحرير سعر الصرف إلى الآن. في خلال الأشهر السابقة احنا دخلنا 8 مليار دولار جوه البنك المركزي من تدفق أموال صناديق في أكبر 150 صندوق استثمار في العالم، دخلوا مباشرة بعد ما احنا أعلننا عن الإجراءات. يمكن كنا اتكلمنا على ان في 100,000 دولار كانت اتحطت حدود في يناير او فبراير 2011، حتى دي حاجة اخر شيء فاضل يمكن هو في انه الشخص ما يقدرش يحول اكتر من 100,000. ده هيتم مراجعته عاجلا. طيب انا هبدأ باخر ما قاله السيد المحافظ، وانا سعيدة جدا بهذا الخبر انه سيتم مراجعة الحدود القصوى للتحويلات اللي كانت 100,000 دولار في السنة، فقال ان احنا هنراجع ده، لم نعد قلقين من خروج الاموال من مصر وبالتالي هنراجع ده. فده مؤشر ثقة والحقيقة لازم احييه عليها واقول ان ده رقم مهم. أنا كنت أتوقع من السيد محافظ المركزي أنه يتكلم عن أدواته القادمة أو سياسته القادمة لمواجهة التضخم، وده هو العمل الأساسي. أرجع تاني وأقول أن العمل الأساسي، الهدف الأساسي طبقا للقانون لمحافظ البنك المركزي أو للبنك المركزي هو مواجهة التضخم. ده أهم job description عنده بالقانون. كنت أنتظر منه أنه هو يقول لنا أن إحنا هنواجه التضخم مش لازم يفصح عن كل الأدوات طبعا، لأنه في النهاية المحافظين لا يفصحوا عن أدواتهم، ولكن هدفنا الوصول بتضخم كذا، إحنا شايفين الأسعار كذا وبنوصل لكذا، فالتضخم يكون في بداية مقال. أقف بقى عند الأرقام اللي هو اتكلم عليها، والحقيقة عندي بعض التحفظات. المحافظ بيقول ان ازمه نقص النقد الاجنبي اصبحت تاريخا بلا عوده،
والأسعار ستتراجع العام المقبل. طيب إذا كانت تاريخا بلا عودة، ليه أسعار سعر الصرف لسه مرتفعة؟ إحنا بقالنا كتير واقفين عند ال 18 ما بنتحركش، فإيه السبب في ده؟ صحيح إن هو قال لنا كتير إنه سعر الصرف مش مؤشر، لكن هو أحد المؤشرات، وبيبقى مؤشر لما بينزل وما بيبقاش مؤشر عند الحكومة لما بيطلع، ماشي. لكن إحنا بنتكلم هنا إن فكرة إن أزمة نقص النقد الأجنبي أصبحت تاريخا بلا عودة، أنا مش عارفة يعني مش قادرة أعتبر ده كلام أقدر أقف قدامه وأقدر أثني عليه. دي أول حاجة. تاني حاجة نرجع للأرقام اللي سيادة المحافظ بيتكلم عليها، أنه دخل الاقتصاد المصري 46 هم الحقيقة 46 مليار دولار خلال الفترة الماضية، صحيح. لكن الأموال دي إيه؟ ما احنا لازم نقسمها، وهو نفسه قسمها. احنا بنتكلم في 23 مليار سواء من عائدات المصريين في الخارج، ودي فلوس كانت بتيجي عادة، صحيح ما كانتش بتيجي في الفترة الأخرانية عشان السعرين، لكن في النهاية دي فلوس داخل البنوك وناس بتتنازل عن الدولار. 23 مليار دي مش استثمارات، دي فلوس الناس، دي أول جزء. تاني حاجة نيجي بقى على ال 15 وعلى ال 8 اللي اتكلم عليهم استثمارات. التمانية استثمار، 8 مليارات استثمارات دي، عفوا دي استثمارات زي ما قال، دي صناديق استثمارية وبنوك استثمار. بنوك الاستثمار بتستثمر في ايه يا جماعة؟ في ادوات دين، وبالتالي كل دي ديون، كل دي ما هياش يعني ماشي الاستثمار في ادوات الدين، استثمار في الاوراق الماليه، كل دي استثمارات، لكن في النهايه دي هوت ماني بنحتاجها في المرحله الاولانيه، لكن لا يجب ان تكون الهدف. دي فلوس في النهايه ديون. والاما ال 15 فهي ايضا يقول اتفاقات مع دول اخرى واتفاقات مع صناديق اخرى، دي كلها ديون عليا، وعشان كده انا عندي الدين الخارجي قفز ل 67 مليار دولار. ما هو اذا كنا بنتكلم على ان الاحتياطي بقى 28 مليار، فعفوا ال 28 مليار دول لا من تحسن سياحه ولا من تحسن صناعه ولا من تحسن انتاج، دي كلها ديون. احنا عمالين نستلف 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 نستلف، والاموال ال 46 مليار دي جزء منها فلوس الناس، والجزء الثاني ديون هنسددها 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 هنسددها. فيعني ارجو بس ان احنا يعني انا الرئيس دايما يقول صرحوا الناس بالحقيقه، فاحنا نحب نصرح الناس بالحقيقه. فكره ان ازمه النقد ذهبت الى غير رجعه، يعني ما اعرفش. فكره انه كله تمام، لا، كل هذه الأموال ما زالت ديونا. إحنا عايزين نتكلم على الاقتصاد الحقيقي، على الصناعة، على الاستثمار، على FDI، الاستثمار المباشر المباشر اللي بيشغل ناس، اللي بيدفع ضرائب ويشغل ناس، ده اللي يهمني، ده اللي بيعمل عظم الاقتصاد الحقيقي. في النهاية اقتصاد صحيح أنا بقول إنه الهوت ماني ده important ومهمة جدا في فترة من الفترات، ودي بتبقى البداية دايما بعد تعويم وبعد إجراءات اقتصادية، دايما بداية بيبقى هوت ماني. إحنا مش ضد الهوت ماني على الإطلاق، الأموال الساخنة اللي بتدخل وتطلع، لكن تاني ما نقولش إن دي حاجة عظيمة، لا مش حاجة عظيمة، دي خطوات، لكن في النهاية فين بقى عظم الاقتصاد؟ هو ده اللي يهمني. فين بقى الصادرات؟ هي دي اللي تهمني. فين الصناعة؟ هي دي اللي تهمني. فين التشغيل؟ يعني امبارح لما اتكلمنا على معدل البطالة اللي نزل من 12.7 ل 12 قلت هايل، لكن على فكرة هما نزلوا دول بإيه؟ بالمشروعات القومية، ما نزلوش باستثمارات خاصة، فده برضو مهم إن الدولة مش هتقدر تفضل تكمل مشروعات بنية أساسية ومشروعات قومية، لازم نبتدي بمشروعات خاصة عشان ننزل معدل البطالة. فنرجو بس من المسؤولين إن هما يكونوا صرحاء، الأرقام لما يقولوها يقولوا الأرقام بتحليلات واضحة، ما يبقاش فيها يعني كده exaggeration. بس عموما أنا رقم ال 100 مليار ده بالنسبة لي عظيم، وأعتقد أيضا كان في تصريحات مهمة للسيد عمرو الجرحي اللي قال إن 10% علاوة هتصرف قبل رمضان. آخر خبر لينا قبل ما نتكلم على السوبر ماركت ونشوف الأسعار، كنا امبارح فتحنا قصة نور،
هذه الفتاة الشابة الجميلة التي يعني لقت حتفها للأسف في حادث أليم. وكنا بنقول أين الداخلية فين والنيابة فين وليه ما قبضوش على الشاب. الحقيقة أنه الداخلية بالفعل تحركت والنيابة أيضا تحركت وتم بالفعل يعني القبض على شقيق الولد. الولد هرب وشقيق الولد قال ان هو بالفعل هرب تاني يوم السعودية. والقصة انه خلونا نقول لكم بالظبط حصل ايه. البنت حطت رنا اللي كانت ضيفتنا امبارح حطت بوست على الفيسبوك بتاعتها بيقول فيها ان كل الشكر والتقدير لقسم اول التجمع الخامس والنيابه العامه بالتجمع الخامس للمجهود المبذول في تحقيق العداله وضبط المتسببين، وقد تم ضبط اخوهم الاكبر واعترف بتفاصيل الحادث، واعترف ايضا انه تم تهريبهم للسعوديه تاني يوم في طياره الساعه 8 وتم التاكد ده من سلطات المطار. الاستاذ كمال مصطفى شقيق زوج شقيقه نور. استاذ كمال مساء الخير. والبقاء لله يا فندم. ونعم بالله. كنا بنتكلم عن موضوع نور، قول لنا تحرك الاجهزه كان في اي اتجاه وازاي اتحركت؟ هو احنا يعني توجهنا للاسم وعملنا ملحق للمحضر، وصحنا في تعاون يعني من خصوصا من مباحث الاسم التجمع الخامس. عملنا ملحق للمحضر بالشهاده الطبيه بالوفاه بالتقرير الهندسي للحادثه بشهادة شهود، ان طبعا برضو جانا كمية شهود كتير جدا. كان في شهود، احنا نفسنا دخل عندنا شهود امبارح بالظبط، ناس كتير تعاملت معانا، ناس لوحدها يعني حتى يعني جت من غير ما نكلمها من غير اي حاجه جت وشهدت بالواقع، وتحول الموضوع للنيابه. وفي نيابه التجمع الخامس برضو عملوا يعني كان الموضوع ماشي بطريقه سريعه جدا، وقدرنا ناخد موضوع يعني نقدر ضبط واحضار. جابوا اخو المتهم بالظبط تاني يوم على طول. يعني احنا الموضوع ضبط واحضار ده طلع كان مثلا ممكن على 10 بالليل او حاجه، لقينا 6 الصبح مباحث عرفت توصل. احنا مع حتى العنوان بتاعنا الموجود. لا بس ده كلام مش كلام رنا امبارح. رنا امبارح قالت لي ما حدش عمل اي حاجه. رنا دخلت معانا على اتصال امبارح وقالت ما حصل النهارده، بس حصل هذا التطور، لان رنا قالت لي انه ما حصلش حاجه امبارح، كانت على التليفون معانا. هو تمام، هو الموضوع اتحرك من امبارح، كانوا بيتكلموا من امبارح بالظبط كده، من امبارح ابتدوا يتحركوا. يعني طبعا الموضوع كان برضو بالنسبه لنا هيبقى شايفينه، احنا كنا شايفينه صعب جدا ان هو العنوان في اسيوط، الرخصه مرور اسيوط دي الحاجه الوحيده كانت احنا نملكها، اي رخصه العربيه. طيب فجابوا اخو الولد امبارح. جابوا اخو الولد من القاهره. طيب هنا عارفه اخو الولد بقى قال ايه؟ يعني قال التفاصيل بالظبط زي الشهود. يعني هو قال ان هو اخوه الصغير كان سايق العربيه واخوه الوسطاني كان راكب جنبه، وحصل وجاله تليفون ان هم عملوا حادثه، توجه للمكان الحادثه لقاهم راحوا المستشفى، طلع على المستشفى قال انا اتكلمت مع والده قال له لا بعتهم لي على السعوديه دلوقتي حالا. طلعوا ركبوا مع العربيه وروحوا على المطار للطياره ومشوا. هو ده اللي انا فهمته من حياتي يعني معاهم. طب انتوا هتكملوا في القصه دي؟ يعني الولد هرب، فده معناه ان انتوا لازم هتكملوا قضيه، هتكملوا بحيث انه يتعمل له نشره حمراء وان هو يتعمل له يتجاب من السعوديه، ولا هتعملوا ايه يا استاذ كمال؟ طبعا احنا ماشيين في الاجراءات، ويعني هو الناس كلها هنا في يعني صراحه يعني في تعاون طبعا بين اجهزه الشرطه والنيابه وكل الجهات دلوقتي. انتوا ما سالتوش ليه الضابط اللي كان واقف ما قبضش على الولد؟ ما جالناش اجابه واضحه. هو يعني احنا مش عارفين برضو، يعني شديد نتواصل احنا يعني مش برضو صح، مش مركزين في الموضوع ده دلوقتي اكتر من ان احنا نقدر نوصل لل يعني ولو كان قبض عليه في لحظتها ونقدر نجيب حق. ولو كان قبض عليه في لحظتها كنا خلصنا. ما هو يعني الاقاويل بتقول برضه مع الشهود ان هو تعب وراح المستشفى وعمليه الاسعاف،
فانا مش عارفين بقى الغلطه من يعني التقصير ده جه من مثلا الدوريه ولا من نقطه الشرطه الموجوده في داخل المستشفى. فيعني مش قادرين نعرف. طيب يعني اتمنى ان انتوا بس تكملوا في القضيه يعني عشان على الاقل يعني تحاولوا تجيبوا حق نور، لانه حرام ان حق البنت يروح. لا ان شاء الله يعني احنا مستنيين. ما تخافوش يا استاذ كمال، ما تقلقوش وما تخافوش. لا خالص، لا ما فيش. انا حاسه ان انت كده قلقان، فمن فضلك انت والاسره ما تخافوش وما تقلقوش وكملوا خدوا حق بنتكم. لا طبعا يعني احنا يعني مش يعني احنا بنسعى في نوصل لحق نور، واحنا كلنا يعني دلوقتي عاوزين، واحنا يعني من ليش بقى يعني الجهاد بقى الامكانيات الخارجيه او التعاون الدولي في ان احنا نقدر يعني نشوف الموضوع ده مع السعوديه، يعني في اتفاقيات في الحاجات دي مع مصر والسعوديه. ده ممكن يعني يحصل، ده ممكن يحصل لو انتوا كملتوا القضيه وطلع نشره حمراء، بس ده لازم تكملوا القضيه وما توقفوش في النص. يعني بنسعى ان شاء الله وربنا يكرم. بشكرك استاذ كمال مصطفى زوج شقيقه نور المرحومه نور. طبعا طبعا بشكر الداخليه اللي اتحركت بعد اثاره هذا الموضوع والنيابه الحقيقه، بشكر النيابه جدا. النيابه عامله دور ممتاز سواء في قضيه حبيب العدلي سواء في موضوع نور. الحقيقه ان النيابه بتتحرك، وده دور النيابه. النيابه محامي الشعب، النائب العام ده دوره ايه؟ محامي الشعب، محامي الناس اللي ملهمش حد. فانا بشكر النيابه جدا، ده القضاء العادل اللي احنا دايما بندور عليه وبنتسند عليه. بشكر النيابه جدا على تحرك في القضيتين، الحقيقه شيء محترم وهو ده اللي احنا بنتوقعه منهم. لكن برضو لازم نسال سؤال، هو ليه الضابط اللي كان موجود في مكان الحادثه ما قبضش على الولد؟ حتى لو كان الولد مصاب كان لازم يتم التحفظ عليه، وهو معاه في المستشفى يتم التحفظ عليه، ما يروحش المستشفى ويهرب. معلش انا بقول حق، يعني ممكن اسره نور تكون متحرجه تقول الحقيقه ومش عارفه تقول ايه، لكن انا بقول حق اللي المفروض اقوله علشان نور وعلشان غير نور، عشان الولد ده ما كانش لازم يتساب، ما كانش لازم يهرب. يلا نخرج فاصل بقى، وبعد الفاصل نشوف سوبر ماركت والتخفيضات في رمضان. اهلا بكم من جديد. الكثير من المصريين الحقيقه مستنيين التخفيضات ومعرض سوبر ماركت اللي هيبدا يوم 22 من 22 ل 26 في قاعه المؤتمرات. لكن الحقيقه مش بس معرض سوبر ماركت، التخفيضات هتبدا من يوم 18 في منافذ اهلا رمضان. الحقيقه ان الدوله مهتمه جدا وبتعاون مع القطاع الخاص ومع الغرف التجاريه قدرت انها توصل لاسعار ممتازه. وانا الحقيقه يعني ما ببص كده على الاسعار بحس فعلا انها اسعار ممتازه، وبدعو كل الناس اللي محتاجه الاحتياجات رمضان بقى انها يعني تبتدي يا اما معارض اهلا رمضان يا اما، ودي منافذ موجوده هنعرف موجوده فين، وايضا معرض سوبر ماركت اللي هو من 22 ل 26. طلبي حاجه واحده بسيطه جدا قبل ما استقبل ضيوفي والساده المحترمين يقولوا لنا ايه اللي بيحصل في هذه المعارض، ان احنا ندرك واحد، ان رمضان ده شهر الصيام، ده مش شهر الاكل، ده الشهر اللي لازم يعني ايه صوموا تصحوا، ان الناس تبقى يعني تقتصد، ويبقى صحيح تعمل عزايم وكل حاجه لو احنا عايزين، لكن يعني برضو بلاش هدر فكره ان احنا نعمل عزومه ضخمه جدا ونرمي نص الاكل دي. نتمنى ان احنا نغير هذا السلوك. السلوك التاني اللي محتاجين نغيره ان احنا نخش السوبر ماركت ونجيب العربيه دي ونملى الحاجات بشكل رهيب جدا. ما هو في تخفيضات بقى، اصل احنا قلقانين للتخفيضات دي تخلص وقلقانين للحاجه ما نلاقيهاش موجوده، فنبتدي بقى ناخد حاجات فيجي اللي بعدينا ممكن برضو ما يلاقيش. فاحنا نراعي بعض ويعني نحاول ان احنا ندرك ان الدوله صحيح عامله تخفيضات وجايبه سلع وكل الكلام ده، بس نحاول ان احنا نراعي يعني ناخد على قدنا علشان في شخص اخر
برضه محتاج ان هو ياخد هذه التخفيضات. هنحاول نكون يعني نبعد عن الأنانية شوية ويبقى عندنا إحساس جماعي كده ان كلنا هنلاقي هذه التخفيضات وكلنا هناخد السلع فبالراحة شوية. اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي دكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية قادما مباشرة من الصين فعنده جات لاج يعني الدكتور محمد الفيومي رئيس غرفة اليوبية، أستاذ علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والأستاذ عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة. أهلا بيكم يا سادة. وقول لنا دكتور علاء على المعرض والمنافذ، المنافذ فين؟ أهلا رمضان فين؟ والمعرض وكم شركة بقى مشاركة في هذه المعرض؟ حضرتك هو بداية مساء الخير وكل سنة طيبين في شهر رمضان. دي الدورة 21 لمعرض سوبر ماركت، الدورة الثانية لأهل رمضان، ودي المرة دي تحت رعاية كريمة لفخامة الرئيس فتحي السيسي. والهدف الأساسي هو مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في خدمة المجتمع، ده في إطار الدور المجتمعي للقطاع الخاص. تم تنظيم هذه المنافذ، عندنا حوالي 20,800 متر مساحة عرض في معرض سوبر ماركت، ده هيبقى في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. وفي نفس الوقت في 120 منفذ من حلايب وشلاتين لمرسى مطروح من العريش، مغطين جمهورية مصر بالكامل. 120 منفذ اللي هو أهل رمضان، اللي منافذ أهل رمضان. الهدف منها هو توفير السلع الأساسية والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة. طب احنا عندنا على الشاشة عناوين المنافذ اللي هي بتاعت أهل رمضان علشان في كل الجمهورية، علشان انت لو ما قدرتش او انت لو ما قدرتيش تروحي معرض سوبر ماركت، وطبعا ده في القاهرة، فبالتالي لو ما قدرناش نروح المعرض ده في كل المحافظات، في كل المحافظات مش كده؟ في جميع محافظات مصر، كل المحافظات بما فيها محافظات الصعيد وبحري وكل حاجة، جميع المحافظات. وال 120 منفذ بنقسمه على 27 محافظة، هي طبعا على حسب الكثافة السكانية. القاهرة، انا هسيب القاهرة والجيزة والقليوبية يتكلموا عن محافظاتهم، انما في جميع المحافظات متغطية بالكامل في المراكز الرئيسية محطوط عدد كبير من المنافس. ودي التخفيضات اللي في أهل رمضان تبدأ من يوم 18 زي ما المنافس هتبدأ على التوالي من يوم 18. يوم 22 هنكون وصلنا جميع المنافس بتعمل مع معرض سوبر ماركت في نفس الوقت. يمكن الآلية اللي احنا عاملينها للتخفيض حاجتين، ان انا من المورد سواء مصنع او مستورد مباشرة الى المستهلك، فبقضي على تكاليف النقل وبقضي على سلاسل الامداد المختلفة، وبالتالي ببتدي بخصم. جميع الشركات موفرة بأقل من سعر الجملة، وعديد من الشركات موفرة بأقل من سعر التكلفة. الخصومات بتصل إلى 30%، ويمكن في الجزئية دي تشكر الهيئات الرسمية سواء شركة قبضة للصناعات الغذائية أو القوات المسلحة أو الشرطة اللي داخلين في كافة المنافذ، لأن هو معفيين من الجمارك سلعة زي الدواجن، جمركها 30%، وبالتالي أنا عندي خصم 30 من أول يوم. الجزئية الأخرى إن أنا عندي السلاسل التجارية جميعها داخلة معانا في المنافذ، فموجودة داخل المنافذ، وفي السلاسل نفسها السلع الأساسية موفرة بأقل من سعر الجملة وأقل من سعر التكلفة. يعني إيه السلاسل موجودة في المنافذ؟ يعني إحنا بنلاقي منفذ مثلا في مكان معين جواه بتلاقي، ناخد معرض سوبر ماركت كمثال، إن أنا عندي السلاسل يعني كارفور وهايبر، نذكر الأسامي مثلا بيبقوا موجودين. السلاسل حضرتك عندها جزئيتين من السلع، عندها جزء سلع جاي لها بالمورد بالماركة بتاعته، وفي سلع بتنتج باسم السلسلة نفسها. صحيح. دي بتبقى سعرها أقل كثيرا من سعر البراند نفسه اللي بيتباع. هي داخله في سوبر ماركت وداخله معانا في منافذ اهل رمضان بالسلع البراندلس، وبتوفرها باقل من سعر التكلفه. وفي نفس الوقت نفس الشيء بيتكرر داخل السلاسل نفسها. في نفس الوقت هناك عدد كبير من الشركات مقدمه الى جانب الخصومات عروض، فحضرتك بتشتري ثلاثه معاهم واحد. الهدف بتاعنا هو الوفره اللي هتجر لي سعر السوق الى اسفل. أنا بمجرد وجود 120 منفذ على مستوى المحافظات، الأسعار في الأسواق هتتوافق معاها. في نفس الوقت عندي حاجة تانية يمكن مهمة، إن في رمضان الخضر والفاكهة من ضمن السلع الشائعة الاستخدام. هنوفر هذه السلع مباشرة من أسواق الجملة إلى المنافذ، وبالتالي هتتوفر بأسعار أقل كثيرا من أسعار السوق، وده هيحرك لي برضو سعر السوق إلى الأقل. الجزء يمكن المهم هي الوفرة، ان احنا عاملين مخازن في كافة المحافظات بما فيها ثلاجات
لان المجمدات هتبقى متوفره في المنافذ، وبالتالي المواطن يقدر يشتري الكميه اللي هو عاوزها وسيتم الاحلال فورا فور البيع. هناك مخازن متحركه وهناك مخازن ثابته موجوده بجوار كافه المنافذ اللي هنبتدي نوزعها. سوبر ماركت من امتى لامتى؟ سوبر ماركت هيبتدي من يوم 22 لمده اسبوع، وقد يمتد لو في اقبال عليه. تمام، هتبقى في اقبال، انا بقول لك اكيد. لا هي عاده الشراء بتاع رمضان بينتهي مع بدايه رمضان. انما لو استمر الاقبال، تم الاتفاق مع وزير التجاره والصناعه لتوفير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وفي نفس الوقت المنافس في كافة المحافظات اللي نشكر فيها السادة المحافظين ووزير التنمية المحلية اللي وفروا هذه المساحات داخل مناطق آدمية المواطن يقدر ان هو يوصلها بيسر وفي المراكز الرئيسية وفيها كهرباء، لان انا كمان محتاج ان انا اشغل التلاجات. كم شركة مشاركة في عندنا لحد دلوقتي؟ اكتر من 200 شركة او 200 مجموعة مشاركة معانا بمنتجاتها المختلفة، الى جانب القوات المسلحه، الشرطه، وزاره الزراعه، الشركه القابضه طبعا للصناعات الغذائيه. دول داخلين معانا بالسلع اللي بينتجوها، الى جانب اكتر من 200 مجموعه من القطاع الخاص. اليوبيه بقى فيها منافذ ايه؟ انا عامل في كل مدينه مدن 11 منفذ في 11 مدينه وحي. المنافذ معموله في اكثر المناطق كثافه سكانيه. زي ايه يا فندم لو تقول لنا؟ يعني حضرتك في بنها مثلا قدام نادي الشرطه، في وسط بنها، خدت بال حضرتك، في شبرا الخيمه في شارع 15 مايو، في شبرا الخيمه في حي شرق وغرب، الاثنين في شارع 15 مايو في الشرق والغرب، وهكذا. احنا منقيين في قلب المدينه نفسها، وده يشكر السيد المحافظ. اليوبيه محافظه كبيره، وبالتالي كبيرة. ما يبقاش فيها منفذ او منفذين. حضرتك بتقولي 11 احنا من اكبر المحافظات فيها منافس. والغرفه التجاريه بتتحمل بكافه التكلفه، السبلايرز ما بيدفعوش حاجه، وده عشان يخفض السعر، بديله المكان بالتامين بتاعه بالكهرباء بتاعته مجانا. هو عليه انه يجيب سعر السلعه ويعرضها بسعر التكلفه او اقل من التكلفه. وعشان نضمن هذا، احنا في كل منفذ هيبقى فيه مفتشين تموين مقيمين عشان يراقبوا الاسعار، لانه ممكن قوي يجي في اول الافتتاح يديني سعر وما يلاقي اقبال يعلي السعر. لا، في هذه الحالة يفقد الميزة بتاعته. طب أنا بس عايز أذكر المنافذ اللي في القليوبية. أيوة. لو معانا القليوبية يا جماعة، لو حضرتك تذكرهم لو سمحت. ما هو يعني مثلا أقول لحضرتك. لو تقولهم أنا مش معايا الورقة عليها كلها. أنا معايا. يعني عندك كفر شكر، عندك طوخ، هقول لك العناوين عشان المشاهد أليوب. يعني يا ريت كفر شكر في شارع جمال عبد الناصر أمام دلتا ماركت. في بنها كورنيش النيل امام نادي الشرطه. فتوخ في ارض العيد امام المعهد الديني. في اها شارع القناطر الخيريه بجوار مستودع البوتاجاز ومكتب النظافه. في اليوب، في اليوب البلد بجوار مركز شباب اليوب. القناطر الخيريه امام مدرسه الصنايع ونادي القناطر. شبين القناطر امام مجلس مدينه شبين القناطر. الخصوص في شارع الصرف الصحي. الخانكه امام مجلس المدينه. حي غرب شبر الخيمه شارع 15 مايو من ناصيه احمد عرابي امام مسجد التقوى. حي شبر الخيمه ارض مجمع الخدمات. ادي ال 11 منفذ فيه، وانا قلت عناوينهم. وانا حتى منسق مع النواب، انا عضو مجلس النواب طبعا، مع الزملاء، ان يبقى برضو رقابه شعبيه على الاسعار علشان اضمن ان يا ريت النواب فعلا وحضرتك نائب. طبعا فاحنا عملنا اجتماع مع السيد المحافظ، وكل نائب في دايرته هينزل يبص، ينزل وعنده الناس هيقولوا له. طبعا هو مش هينزل هيقعد طول الوقت، لا طبعا. لكن الهدف كله ان انا طالما بقدم لك خدمه، انا بقدم خدمه كبيره، انا بجيب له اولا جمهور عريض جدا، حد عنده الاف مؤلفه بتخش. نمره اتنين، انا بديله الكهرباء مجانا، بديله المكان معد تماما مجانا بكل حاجه ومؤمن تماما. القاهرة أخبارها إيه بقى؟ عندنا كم منفذ في القاهرة؟ القاهرة الحمد لله زي الفل، يعني إحنا عندنا 10 منافذ تقريبا. القليوبية فيها 11 وإحنا عندنا 10، ما إحنا عندنا سوبر ماركت بقى. بس أنا عندي في الحقيقة سوبر ماركت، وعندي أماكن كبيرة جدا. يعني أنا عندي معرض فيهم 3000 متر، عندي معرض 1500 متر،
مغطي المناطق الأكثر احتياجا، مغطيها بشكل جيد جدا جغرافيا. أنا بثق في الإخوة العارضين عندي، الحمد لله هيعرضوا بشكل كم جيد. كم شركة عارضة عند حضرتك؟ تقريبا الـ200 شركة اللي قال عليهم الدكتور علاء مشتركين معايا، ده بخلاف حوالي 150 واحد مش نازلين في سوبر ماركت ونازلين معانا في أهل رمضان. احنا واخدين في المرج، أيوة. واخدين في حدائق القبة 2، واخدين في الشرابية، واخدين في الساحل، واخدين في دار السلام، واخدين في شارع صلاح سالم في عين الصيرة، وده هيخدم منطقة كبيرة جدا. واخدين في النهضة، في السلام، في المطرية، في شرق مدينة نصر، في مصر القديمة، في حي الساحل. تمام، دي كلها الحقيقة ما أنا شايفة أن اختيارات ممتازة، لأن في أماكن فيها يعني معدلات الدخل مش عالية قوي، وبالتالي أنتوا يعني مختارين بدقة يعني. يعني مع توجيهات السيد الرئيس طبعا، أنه أكد أكثر من مرة للأكثر احتياجا، فلما حبينا نعمل المعارض حبينا نعملها وسط الإخوة اللي يعني والتجمعات يهمهم أن تكون الأسعار قليلة وانها ذات كثافة عالية، وفي نفس الوقت هي سهلة الوصول من مناطق اخرى. يعني انا واخد عند المرج عند الطريق الدائري مثلا، فممكن الوصول من عدة مناطق ليها. واحنا واخدين معارض بشكل كبير الحمد لله. طيب يا ريت يا جماعة بس نحط ارقام البرنامج عشان لو في ناس عندها اتصالات بتسأل على حاجة برضو الاساتذة يردوا علينا. الجيزة اخبارها ايه؟ الجيزة في الحقيقة يعني توجيهات رئيس الجمهورية واهتمامه في الوقت الحالي برعاية المعارض، احنا كلنا يعني لازم نتكلم على الماضي. احنا كنا بنعمل معرض واحد فقط على مستوى محافظة الجيزة، وكاد يكون كل المحافظات بتعمل معرض واحد. احنا السنة دي الحمد لله بالتعاون مع المحافظين او محافظ الجيزة بالتحديد بالنسبة لي انا، وفر لي 13 منفذ في مناطق مختلفة من محافظة الجيزة. احنا الجيزة طبعا زي ما انت عارف حضرتك ريف وحضر طبعا. فالريف ده محتاج معارض ضرورية جدا، كان بيتعمل المعرض داخل الجيزة فقط في ميدان الجيزة. النهاردة احنا عملنا 13 منفذ وبالفعل خلصناهم وبدأنا نعرض من النهاردة، وهيكتمل بالكامل بكرة ان شاء الله. طب قول لنا فين المعارض بالتحديد؟ في شارع الملك فيصل، وكانت في تجربة لازم أشير ليها من حوالي شهرين، عملنا معرض كان عليه إجبار غير عادي. مبيعاتنا كانت في المعرض ده في محافظة الجيزة 5 مليون، وده رقم يعتبر هايل جدا إن معرض يبيع بخمسة مليون في شارع الملك فيصل. معرض في العمرانية، معرض في نزلة السمان، أنا يعني عارفهم يا دكتور محمد، أنا نائب قديم فحافظ بقى المنطقة ومحافظة الجيزة، والبدرشين، العياط، الصف، أطفيح، الوراق، القناط الخيرية، لا أماكن فعلا نريف. وعايز أقول لحضرتك إحنا الحمد لله بدأنا من شهرين، ما بدأناش مبارح ولا أول، وكنا جاهزين بتوجيهات من السيد محافظ الجيزة. وأنا يعني بستغل الفرصة وأشكره فعلا لتعاونه الغير طبيعي معايا، لأنه وفر لي أماكن وأحسن أماكن وفي أماكن مميزة جدا، وعملنا اجتماع مع جميع الشركات وحسناهم ازاي ينزلوا الاسعار. المنافذ دي مستمره قد ايه يعني غير سوبر؟ احنا عاملين لمده شهر وثلاث اسابيع، وقلنا لو في يعني من يوم 18 نحسب ثلاث اسابيع بعد لاول اسبوع في رمضان، لو حسينا يعني الشهر اللي فات عملنا 20 يوم لقينا الناس بتطالب زودنا 10 ايام تانيين. احنا حسب احتياج المواطن ومحدود الدخل اللي احنا كلنا فعلا جايين عشان نتكلم بصراحة. هل المنتج بيخسر في المعارض دي؟ يعني انا لا ما فيش حد بيخسر. هل المنتج لما بيعمل التخفيض 30% ده بيخسر ولا؟ خليني نحطها بطريقة تانية يا فندم. انا النهاردة كمنتج سواء مصنع او مستورد انا بشترك في معارض للترويج المنتج بتاعي. بدفع ايجار لمكان المعرض، بصرف على هذا المعرض ومببيعش في هذا المعرض. ده المعرض. فانا موفر له المساحة مجانا، موفر له فرصة لعرض المنتج بتاعه، موفر له فرصة ان هو يبيع المنتج. فبالتالي بدل ما بيصرف على المشاركة في معرض
هو بيدي خصومات، ده يمكن التوجه الاساسي. بس يمكن في نقطتين مهمين بما ان حضرتك ذكرتي المده بتاعه العرض. الدكتور علي مصلحي وزير التموين مشكورا مع وزير التجاره والصناعه المهندس طارق قابيل اتفقوا على حاجتين مهمين جدا. بالنسبه لمعرض سوبر ماركت، زياده المساحه، احنا واخدين ارض المعرض مركز المؤتمرات بالكامل، هناك مساحه قابله للاستخدام اتفق عليها، فاحنا قدامنا 48 ساعه القادمتين ممكن احنا ندخل عدد من الشركات الاخرى عشان نزود المنافسه بينهم. الحاجه الثانيه، ودي يمكن بوجهها للساده المواطنين، احنا بنحاول كلنا قطاع خاص ودوله وحكومه ان المواطن يطالب بالفاتوره والمواطن يستخدم هذه الفاتوره كآليه لمصلحته. فاللي احنا عاملينه في سوبر ماركت ان هيتعمل سحوبات على الفواتير، وفي عدد من الشركات يعني مقدمه هياخد الحاجه بفاتوره، هياخدها بفاتوره، ده موضوع مهم جدا، وهنعمل سحوبات على الفواتير دي، وهناك اجهزه كهربائيه هتقدم كجوائز عشان اعود المواطن على مبدا انه يحصل على الفاتوره، وان الفاتوره دي حاجه مهمه بالنسبه له انه يستخدمها. عشان احنا كلنا مع بعض، فمش عايزين يعني الفاتوره دي هي الريسيت ولا هي عشان بس ما نعملش تضارب. الريسيت بيبقى بسير النمبر. الريسيت. الريسيت. انما ده يمكن في السوبر لا، ما عشان بس ما يفهمش المواطن غلط ان هو محتاج فاتوره زي الفاتوره اللي احنا متعودين عليها. لا، فاتوره التقليديه بتاعت السوبر ماركت، الريسيت اللي انت بتاع السوبر ماركت. بس هيبقى بسير النمبر وهتعمل اي سحوبات وهيتقدم جوائز تلفزيونات وثلاجات يعني. ده في سوبر ماركت فقط، مش في اهل رمضان. لا لا، في سوبر ماركت. بالنسبه لاهل رمضان هناك يوميا شركات جديده بتنضم. النقطه المهمه ان السعر في القاهره هو نفس سعر البيع في حلايب، هو نفس سعر البيع في العريش. طيب ايه اللي يضمن لنا يا جماعه انه ما يجيش تاجر تجزئه ويدخل ويشتري مثلا من هذه البضائع بكميات، ما احنا ما عندناش حد، ما فيش ليميت للكميات، فيخش يشتري بكميات وبعدين هو يبيعها بقى، يروح منطقه ما فيهاش منفذ، ما فيهاش تخفيضات، ويبيعها هو بالاسعار بتاعته. على فكره المحافظات كلها عامله لجان مشكله من التموين ومن وزاره الصحه، بتشكل لجان في كل المحافظات واقفه في المعرض، مندوب من الغرفه، مندوب من المحافظه، مندوب من وزاره التموين، الطب البيطري، في مراقبه جيده. وانا عايز اضيف حاجه برضو لاهالي محافظه الجيزه، احنا عاملين سوق خضر وفاكهه، كنا كل يوم بنجيب 5-6 عربيات في اليوم في الجيزه، في معارض الجيزه كلها، لان احنا سوق 6 اكتوبر الموجود في حالي عاملين اتفاق معاه وعاملين له مكان مستقل تماما عن المعرض. كنا بنحمل 4-5 مرات عربيات بتيجي وتبيع في نفس اليوم. وده اهتمامنا بالخضر والفاكهه واللحوم. وقعدنا عملنا اجتماع مع محافظ الجيزه مع كل الناس، الشركات دي حوالي 65 شركه، واتفقنا على اسعار محدده. وكان بيقدم طلب ان هو عايز يخش المعرض، اكتب انت هتبيع لنا بكام وهتنزل قد ايه، لغايه ما وصلنا لاسعار مناسبه جدا. هو تحقيق الوفره بيعمل حاجتين. الحاجة الأولى، الجزء اللي أنت متخوفة منه إن يجي ياخد وبتاع، ما يمنعش ياخد مرة واتنين، هيلاقي وفرة. نمرة اتنين، المواطن نفسه بقى اللي كان بيخزن في البيت. بالظبط. دي نقطة مهمة جدا، أما بيحس إن السلعة شحيحة بيحاول يحصل على الحاجة مرة واتنين وتلاتة، هو مش محتاجها. ويمكن أنا حكيت لحضرتك قبل البرنامج، لما واحدة ست جاية عايزة بندي 2 كيلو سكر في أزمة السكر. فقالت عايزه اخد 25 كيلو، لما قلت لهم ادوها قالت طب عايزه 2 كيلو. حست بالاطمئنان. حست بالاطمئنان، قالت يعني ما فيش مشكله اما اخد، قالت ما فيش مشكله. الدولار في السلع في كل اي سلع، الاحساس النفسي يعني. الاحساس النفسي هو الفيصل في القصه. له علاقه بالثقه. من خلال برنامج حضرتك اطمن المواطن القاهري، احنا المعارض المنافذ اللي في القاهره هتستمر لاخر رمضان. طب ده هي دي واحد. اثنين، احنا كل العارضين جايين بمحض ارادتهم. ده مهم جدا، مفيش حد ملوي دراعه يعني. لا 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 خالص، كل الناس الناس جايه بحب. انا متاكد انه مفيش حد هيخسر، لكن كمان احنا متفقين على ان هامش الربح يكون معقول جدا طبعا، وده لانه هو ما عندوش اي اعباء. طب ما هو طب هاخد التليفون ده وبعدين اسالكم سؤال مهم بقى. استاذ فرج فؤاد، مدير التسويق في والمبيعات في شركه الضحى، مساء الخير يا استاذ فرج. يا استاذ لميس، اهلا بيك. ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ ازاي صحتك؟ انتوا منزلين الاسعار. انا مش عايز بس كنترول يقطع عليا، انا مش الاستاذ فرج فؤاد، انا اتصلت.
لا لو حضرتك مش الاستاذ فرج فؤاد يبقى مش هقدر اخد التليفون ده، فمعلش انا بعتذر، وكان لازم الكنترول يقطع عليك. فانا طب فين يا جماعه الاستاذ فرج؟ طيب هيجي لنا بعد قليل. اذا كان المنتج بيقدر ان هو يخفض الاسعار بالشكل ده، ليه الاسعار ما هياش قليله؟ هي الاجابه بسيطه جدا، في حلقه اشتباك يا عادل بيه. لا لا لا، هي بتسال سؤال تاني حضرتك. في حلقه في البيع، المنتج لتاجر الجمله، لتاجر التجزئه، للتاجر اقل من التجزئه، فدي حلقه تداول كبيره جدا فيها 30 و25%، صح على بيه؟ تمام. فالحلقه دي نفسها ال 25 احنا بناخد من مصنع مره واحده، فالحلقه دي بتبقى مفقوده في المعارض. انا بخش على المصنع على طول باخد منه منتجاته او باخد انا ما اقدرش اعمل ده مستوي. على طول اقدر اعمله يا فندم. ده بقى اللي احنا شغالين طول السنه حالياً. هو ده الاساس في المعارض، حولي التجار اللي بالعمل يعني. فاحنا بس بنيجي في المرحله اللي احنا محتاجين فيها الاسعار تقل، بنقلل حلقات التداول. عشان كده احنا بنقول ان الاسعار هتقل حوالي 25 ل 30%، اللي هي عباره عن تداول السلعه من المنتج او المستورد لتاجر جمله، لتاجر نص جمله، لتاجر التجزئه. طيب. بس في حاجه احنا بنعملها حاليا حضرتك، احنا في تم تعديل قانون الغرف التجاريه لتقوم الغرف بانشاء شركات، لانشاء حاجتين اساسيتين، بورصات سلعيه ومراكز لوجستيه. وبالتالي انا بنقل تجارة الجملة ونص جملة خارج الكتلة السكنية، ودي تكلفة عالية جدا، لتكلفة التخزين داخل الكتلة السكنية عالية جدا. في نفس الوقت أنا بقلل من حالات الدولة. مثلا كمثال في الخضر والفاكهة، أنا عندي هالك يتجاوز 30%، أنا بمجرد ما أمين ستريم السلاسل كلها، أنا هقلل هذا الهالك، هزود الوفرة نمرة واحد، وهخفض الأسعار بنفس النسبة. تمام. طب خلينا ناخد ده الاتصال من استاذ احمد صقر، رئيس مجموعه صقر للصناعات الغذائيه. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير يا مدام لميس. اهلا بيك. ومجموعه صقر بتنتج ايه يا فندم؟ معلش اسفل. احنا بننتج البان وعصائر وسمنه طبيعي وسمنه صناعي واخبار التخفيضات عندكم ايه بقى؟ في حضرتك من المشاركين في السوبر ماركت في معرض والمنافذ وكده؟ ايوه، هو المعرض السوبر ماركت احنا مشتركين من زمان جدا، كل سنه بنشترك فيه. هو المعرض ده اهم حاجه فيه ان احنا بنتفادى نسبه الربح اللي بياخدها السلاسل اللي هي ممكن توصل ل 20%، زائد ان احنا نسبه التكلفه بتاعه جهاز البيع اللي هي توصل لساعات ل 9%، فال 20 مع 9 يبقى 29%، 30% ده بنديهم للمستهلك، وده هو ده اللي بيقدر ان هو ده اللي بيميز المعرض السوبر ماركت عن المعارض الاخرى. طيب. فانتوا عاملين على يعني قول لي مثلا كده على البضائع المختلفه بقى، عاملين كام على اللبن؟ حضرتك على مثلا احنا عندنا الزبده انكر، عندنا السمنه الحلوب، عندنا لبن بشاير، عندنا عاملين كام بقى على كل الحاجات دي يا استاذ احمد؟ 30% تقريبا. فال 30% دول على يستفيد بيهم المستهلك، وده بيعمل رواد في المعرض. يعني بالنسبه لنا كمان جزء التسويق، يعني ده جزء كمان اكيد احنا ده التسويق كمان بيبقى نسبه كويسه جدا بالنسبه لنا، او فرصه بان احنا نبقى متصلين اتصال مباشر مع المستهلك المصري. يعني بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد صقر، رئيس مجموعه صقر. في قاعده ذهبيه في التجاره، اذا باع كتير طبعا ويكسب قليل هيكسب أحسن. كتير طبعا. قول لنا بقى اسعار سلع يا كمثال السكر سيتم عرضه من خلال عدد من الموردين اقل من سعر وزاره التموين 9.5 جنيه. ايه ده؟ هننافس وزاره التموين؟ ايوه. طب عندنا اسعار السلع يا جماعه على الشاشه لو سمحتوا. الدواجن ما بين 30 و35 جنيه على حسب حجم الفرخه، ودي هتبقى مورده من القوات المسلحه. الزيت كمثال بدلا من سعر المستهلك الحالي 15 جنيه هيتراوح من 11 ل 13 جنيه، دي نسبه تخفيض عاليه جدا. فمختلف السلع فيها خصومات تتجاوز 30%. وده يمكن اللي يهم الاسره المصريه. يعني قولي مثلا الرز، خلينا ناخد الحاجات اللي وبرضه نضيف حضرتك اللحوم عليه. اللحوم 70 و75، البرازيلي 70. هنبتدي الرز مثلا دلوقتي بيتباع بكام وهيتباع بكام في المعرض؟ طلع الحريق. رز الضحى مثلا او رز اي حاجه.
الضحى ب 13 هيتباع ب 11. 13 هيتباع ب 11 ده رقم بس كويس. بس في اسعار حضرتك تانية اقل من كده. اقل في اقل. ما هو ده انا بقى مختاره يعني كواليتي. انا رديت على كويسه انا بستخدمها مثلا. انا قلت الحاجات اللي انا اعرفها بصراحه. طيب قولي مثلا الرز عندي هيبقى فيه بدءا من 6 جنيه ونص أيوة. من 7 جنيه على حسب نسبه الكسر فيه وعلى حسب الجوده السعر بيختلف. اللي اهم من ذلك ان هو ارخص من سعر السوق بجنيه ونص. فدي طب السكر بقى انا اقول لك الحاجات الاساسيه اللي احنا بنستخدمها. السكر 9 جنيه ونص وعلى فكره وزاره التموين بتعرضه ب 10 ونص. طيب رجع لنا الاستاذ فرج فؤاد مدير تسويق وشركه الضحى. لسه كنت بقول لهم يعني رز الضحى بكام يا استاذ فرج؟ مساء الخير على دكتور علاء وعلى كل الطلبه في المحاضره. اهلا بيك. قول لي بقى الرز عندكم هتنزلوه بكام في التخفيضات دي؟ هو بدايه احنا عندنا تو براند في الضحى. الضحى كبراند والمطبخ انا عايز احييكم البراند بتاعكم كويس قوي الحقيقه. ده من ذو حضرتك طبعا وده دي يمكن حاجه حضرتك من الحاجات المهمه اللي حضرتك فيها ان احنا نحافظ دايما على اولاد المستهلك بتاعنا. فعشان كده احنا دايما الناس بتتفهم ان احنا منتجاتنا غاليه لكن في حقيقه الامر هي بنقدم قيمه مهمه للمستهلك المصري اللي اتحقق منا ان احنا نديهم منتجات تناسبه. تمام. فقول لي بقى عندكم تو براندز. براند قول لي بكام وده بكام. قول لي بصي حضرتك انا طبعا انا هقدر اقول لك اسعار كامله. انا عندي فوق ال 100 ايتم في يعني متوسط كده يا استاذ فرج. امثله انا اوريدي انا حضرتك امثله. انا اوريدي بشتغل في الرز في السكر في الدقيق في البقول في التوابل في المكرونه بانواعها سواء سيمولينا مستورده او طب خلينا في الرز مثلا والسكر عشان دول حاجات اساسيه للناس. بس هو السكر اوريدي احنا يعني هنشتغل زي ما وزاره التموين سمحت لنا ان احنا نشتغل ب 10 جنيه ونص سعر البيع للمستهلك. بالنسبه للرز اوريدي احنا عاملين خصم تقريبا يوصل 25% على متوسط 25% على منتجاتنا الكامل. ويمكن ده بسبب ان احنا اوريدي التكلفه الاساسيه بتاعتنا سواء التكلفه التسويقيه او التوزيعيه او البيعيه كلها بنوفرها ونبدا نديها للمستهلك بشكل مباشر. ويمكن دي احد الحاجات المهمه قوي اللي احنا بنعملها دايما طول عمرنا. احنا الضحى ما فيش معرض في مصر اتعمل في اي وقت سواء السنين اللي فاتت او السنه دي. احنا مستنيين كل المعارض اللي بتوصل من مصادر المستهلك لان احنا فعلا محتاجين حاسين احنا عندنا مسؤوليه مجتمعيه لازم نشارك فيها في السوق المصري. بشكرك استاذ فرج فؤاد مدير التسويق في والمبيعات في الضحى. اللحمه والفراخ يا جماعه اخبارها ايه؟ شكرا. اللحمه السوداني وبرازيلي حضرتك 70 و75 مش عارف كده خط شايفها حضرتك. تمام عرفت اقرا كده. اي فندم 70 و75 السوداني ب 75 والبرازيلي ب 70 ودي موجوده وكنا متفقين امبارح في الاجتماع اول امس يعني في ان ما يزيدوش. دي لحمه ولا لحمه ايه؟ سوداني. سوداني وبرازيلي طبعا. هو دي اسعار معقوله. دي بتبقى جايه حيه وبتتذبح تبقى بقري. لا حيه وبتبقى مش مجمده. مش مجمده. لا لا مش مجمده. كندوز كلها. طيب والفراخ اخبارها ايه؟ 30 على بيقال لحضرتك 30 ما بين 30 و35 على حسب الوزن. غاليه برضه. ده في السوق اللي مش تبع الشركة. أيوة أنا عارفة غالية برضو يعني حاجة. ده جهاز الخدمة هو مستورد بدون جمارك. دي بيبيع بسعر ده بالكامل. دي من القوات المسلحة. الفراخ من القوات المسلحة العادي في السوق من 40 ل 45. ايه تاني؟ المكرونات بقى انا شايفة الضحى مكرونة اهو. طيب معايا اتصالات هاتفية يعني عندي 5 دقايق بس. اتفضل محمد. اتفضل محمد. ايوه استاذ الامين السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل. دلوقتي الجمعيات الاستهلاكيه اللي موجوده في نص البلد اسعارها كلها اعلى من السوق. كل اسعارها اعلى من السوق. يعني العدس بره ب 16 بيبيعوه ب 20 جوه الجمعيه. ازاي جمعيات اعلى من السوق؟ مش ممكن. منطقه الحلميه الجديده في الضرب الاحمر. واخد بالك اللوبيا المعلبات كل حاجه في ده حقيقة. وانا اشكرك قالوا لي ده كلام جرايد. خلاص اشتري من السوق. روح ميدان المسله. روح اشتري من السوق يا محمد. يعني لو الجمعيات بعدين انت عندك منافس بقى اهلا رمضان وعندك منافس سوبر ماركت بقى خلاص جنبه في الحلميه. احنا عندنا برضه في الحلميه. طيب شكرا يا محمد. مين كمان يا جماعه معانا؟ شوقيه ولا فوقيه؟ فوقيه. اتفضلي يا استاذه فوقيه. ايوه حبيبتي اهلا بيكي. اهلا بيكي. انت قلت المنافس كلها ما عدا ما جبتش ان انتوا هتعملوا منفذ في ميدان الخلفاوي. انا ست كبيره
لا عندنا في جراج الترعة البولاية. جراج الترعة البولاية فيها يا فندم. جراج الترعة البولاية يا حاجة فوقيه. انا بقول لك انا عندي 80 سنة وماشية بعكاز ما اقدرش اروح. ليه تمام؟ العنوان يا فندم ونودينا لحد البيت. عشان خاطر حضرتك عامل لك في الخلفاوي. حاضر. حاضر. والله لا يا جماعة والنبي انا عايزة نمرة مدام فوقيه بجد. حاضر. سيب العنوان. احنا نجيب لك الحاجة لحد بيتك يا مدام فوقيه. ولا تقوم ولا تتحركي اساسا. وفين الولاد؟ فين العيال يعني؟ فين ولاد حضرتك؟ هو ده ولاد ينزلوا يشتروا. حضرتك كمثال يمكن حاجه مهمه، هناك مثلا شركات الموظفات السعر المستهلك الحالي 60 جنيه، سعر الجمله 58 جنيه، سعر البيع في المعرض 53، اقل من سعر الجمله. اقل من سعر الجمله. وبالتالي هو سعر التكلفه او اقل من التكلفه. طب عبد الباسط اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك يا أستاذة الأنيس ولضيوفك الكرام. شكرك يا فندم. وكل عام وأنتم بخير والشعب بخير. وأنت طيب وأنت بالصحة والسلامة. اتفضل يا أستاذ. أما بالنسبة للسلع والأسعار اللي بتنافس السوق، إحنا طبعا محافظة دهاج، فنسأل بس هل السلع هتعمم على جميع المحافظات والمدن والقرى أم لها أماكن؟ لا لا على كل حتة، وأنا أخليهم يقولوا لك سواك حالا يا حاج عبد الباسط حالا. سواك بقى يا دكتور علاء أو أي حد. الأستاذ أحمد الناظر رئيس الغرفة، لو تقولوا لنا سواك هنقول لك حالا منافس سواك. هي دي سوهاج، فيها في سوهاج في ميدان العارف أهو. اسمع يا حاج عبد الباسط. وفي بارديس والمنشية وطهطة. أنت منين بقى يا أستاذ سواك يا أستاذ عبد الباسط؟ وسألت كمان جرجة يا فندم. سوهاج جرجة بيت خلاف. جرجة اخبارها ايه؟ لا جرجة مش موجودة جرجة. لكن نكلم رئيس الغرفة نخليه يعمل في غرب شوية، فهي بعيدة عن المنطقة اللي هو بيتكلم فيها. لا نوديه انا جرجة. هنكلمه رئيس الغرفة. لا لا هنكلم رئيس الغرفة. هنكلم رئيس غرفة سوهاج ونعمل لك في جرجة يا حاج عبد الباسط ولا تزعل. مين معانا يا جماعة؟ طيب عشان ايه؟ عشان الوقت بتاعنا. طيب عايزين ناخد كلمات اخيره دكتور علاء عز. حضرتك الحل الوحيد للاسعار يمكن ده اللي كنت بدي اتكلم عليه، لان احنا بنتكلم على السنه كلها. اللي احنا بنعمله دي مسكنات، هي ان انا تطوير منظومه التجاره الداخليه بالكامل، سلاسل امداد سليمه، قطع الحلقات، بورصات سلعيه، وده الدور اللي مطلوب من الدوله، هي توفير الاراضي اللازمه لذلك. احنا دورنا كغرف تجاريه هو تنفيذ ذلك. سياده النائب، هو تحديث التجاره هو الحل، لان التجاره فيها مشاكل كتير، والتحديث هيؤدي الى الفاقد هيقل وحلقات التداول هتقل، وبالتالي هتنعكس على الاسعار ايجابا. يعني استاذ علي، انا يعني عايز اقول للمواطن القاهري كل سنه وانت طيب، وبوعده ان شاء الله ان احنا لن ندخر جهد في توفير السلع ليه، وان شاء الله المنافس دي تكون طول السنه باذن الله تعالى. اتفضل. احنا اتفقنا مع سيد محافظ الجيزة على 44 منفذ ثابتين طول السنة، ومضينا وحددنا الاماكن وحددنا التكلفة، والطلب موجود في الاتحاد الموافق عليه، وهتبقى منافس ثابتة على مستوى المحافظة 44 منفذ ان شاء الله وخلال مدة بسيطة. ولازم نطلع بنتيجة ان احنا يبقى عندنا ناس مدربة للمعارض، لان الناس ما بتيجي تعرض في جنوب الجيزة او في شمال الجيزة ومناطق نائية بيبقى مستعد يودي البضاعة ويقول لك انا ما عنديش مندوب يقف يبيع، خد البضاعة والصرف في بيعها. فلازم نخلق فرص عمل جديدة للناس دي من خلال التدريب، ونبقى جاهزين بعد كده بشكل مختلف في العمل. تكرار هذه التجارب في كافة المحافظات. كلمة بس في ثانية من فضلك، لو عرفنا نجيب عنوان الحاجة الخلفاوي ارجو ان كنتوا تبلغوا لي لو سمحت. حاضر. لا حاضر، احنا كنا هنتصرف بس حاضر. أرجوكي. طبعا الحقيقه ان انا عايزه اشكر الساده سواء دكتور علاء عز او الدكتور الفيومي او استاذ علي شكري او استاذ عادل ناصر، لكن كمان لازم اشكر المنتجين، ولازم اشكر الشركات اللي ساهمت في هذا المشروع العظيم، لانه احنا عايزين نقول انه تجار مصر ومنتجي مصر دي ناس محترمه جدا وبتشغل ناس، والغرف التجاريه والناس اللي بتشتغل فيها كل دول يا جماعه بيشغلوا ناس. ففكره التاجر الجشع والمش عارف ايه، خلونا بس نتكلم بشويه مبادئ اقتصاد كده، انه دول الناس دي بتشغل ناس، وساعات لما الاسعار بتغلى عليهم بره بيضطروا ان هم يغلوا علينا الاسعار. صحيح ان احنا ذنبنا ايه او الناس ذنبها ايه، لكن في النهايه هي حلقه
مستمرة. دور الدولة انها تكسر بعض مشاكل هذه الحلقات ويبقى فيه زي ما الدكتور علاء عز تجارة تجزئة سلاسل موجودة في كل مكان، وده منافسة تكون بشكل جيد، وبالتالي ده بيخفض الأسعار. لكن بجد لازم أشكر كل المنتجين، كل الشركات اللي بتشارك في معرض سوبر ماركت. بدعوكم انكم تكونوا موجودين وانكم يعني تروحوا المعارض دي، سواء أهلا رمضان أو معرض سوبر ماركت، وإحنا هنتابع هذه المعارض لما تبتدي. كاميراتنا هتكون موجودة وهنقول لكم إيه الأخبار، وإنتوا هتكونوا معانا أيضا في هذه المنافذ. بشكركم ونخرج فاصل، وبعد الفاصل هنا الشباب والمنافسة الأخيرة في الشهر الثالث. واهلا بيكم مره تانية في اخر حلقه من المنافسات الاسبوعيه في الموسم الاول من هنا الشباب، المسابقه اللي بتقدمها سي بي سي واي جي بانك لدعم شباب رواد الاعمال. مشروع واحد بس ضمن اربع مشروعات متنافسه النهارده هيصعد لاخر فاينل في الموسم، وهينافس فاست فورورد والواناتك على جائزه ماليه قدرها 100,000 جنيه خالصة الضرائب مقدمة من إي جي بانك. وهيتأهل حلقة الجراند فاينل اللي هتكون يوم الأربع من الأسبوع القادم، واللي هيتنافس فيها شيزلونج وناباتا، والتالت بقى على قروض إجمالي هيصل لمليون جنيه بدون فوائد لأول سنة حسب شروط وأحكام إي جي بانك. قبل ما رحب باللجنة، إذن الأسبوع الجاي عندنا حلقتين ورا بعض، الثلاث والاربع. التلات هتبقى حلقة الفاينل للشهر التالت، والاربع هتكون حلقة الجراند فاينل للتلات شهور، ونشوف بقى مين اللي هيكسب فيها. خلوني ابدأ اولا بالترحيب بلجنة التحكيم. الاستاذة نيفين الطهري، رئيس مجلس ادارة ومؤسسة دلتا انسباير للاستثمارات. المهندس وائل فخراني، المدير الإقليمي السابق بجوجل. والأول مرة مش معانا حكمنا اللي معظم المتسابقين بيخافوا منه، دكتور خالد إسماعيل، لظروف سفره وبينضم للجنة النهاردة حد مش غريب علينا، الأستاذ أيمن إسماعيل، رئيس إنديفر مصر ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية. وخلونا نشوف رسالة من دكتور خالد إسماعيل من سان بيترسبرغ بعتها لنا مخصوص. مساء الخير، برنامج هنا الشباب. للاسف النهارده مش هقدر ابقى معاكم عشان انا مسافر. بتمنى طبعا مسابقه جميله النهارده، وايمن هيبقى مكاني وان شاء الله يبقى شرير زيي. برضو بدعو الشباب من سان بيترسبرغ واحد المدن اللي كلها فن وثقافه، انه ما ينسوش الثقافه، ما ينسوش الفن، ما ينسوش الادب، لان ده شيء مكمل للشخصيه بتاعه رائد الاعمال. وان شاء الله اشوفكم الحلقه القادمه. شكرا. خلونا نبدا باول المشاريع، والمشروع واضح كده ان هو عربيه، بس واضح انها مش اي عربيه. خلونا نشوف التقرير ونعرف ايه المشكله وازاي العربيه دي ممكن تلاقي لها حل. احنا طلبه من الجامعه الالمانيه في القاهره من كليه هندسه. من المشاكل اللي بتقابلها مصر هي البنزين. احنا في مصر بنواجه مشكله من اكبر المشاكل اللي بتواجهها دول العالم الثالث كلها، وهي مشكله التلوث. الجو عندنا فيه 5 مليون طن ثاني اكسيد الكربون، دي كميه كبيره جدا كفيله ان هي تدخل مصر اول 30 دوله في العالم من التلوث. دولة بتستورد ب1.2 مليار دولار في السنة، وده مبلغ كبير جدا. طب دي المشكلة، لكن خلونا نرحب بمحمد إياب من طنطا، ومحمد إبراهيم من الإسماعيلية، ومحمود رفاعي من القاهرة. اتفضلوا قولوا لي اسمه. امبيرو. 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 ازيكم يا شباب؟
احنا بقالنا ايه 10 ايام بنحاول ندخل العربيه دي. في مشكله هنا ومشكله هنا واحنا مش عارفين ايه المشكله عشان احنا ما عندناش خبره في المسابقه على الافيشنسي بتاعه العربيات. فين في سنغافوره بقالنا 20 يوم احنا وتيم البرنامج الحقيقه بكل اتصالاتنا بنحاول نخرج العربيه تاني وندخلها مصر تاني. اتفضلوا يا شباب. شكرا. هتعرفوا تخرجوها من مدينه النتاج الاعلامي؟ معرفش. انا مرعوبه. احنا قعدنا 20 يوم نخرج لهم العربيه من الجمارك. ان شاء الله. حلو. يعني هما كده مبدئيا كسبوا العربيه. يعني بس الحقيقه لازم اشكر كل الناس اللي ساعدونا. اتفضلوا يا شباب. اوكي. سنة 2030 المانيا هتمنع وتحرم اي بيع لاي عربيه انترنال كومبشن انجن، يعني اي عربيه بتستهلك بنزين. كل العربيات في المانيا هتكون يا اما هيدروجين يا اما الكتريك. في المانيا سنه 2020 كمان هيكون عندهم خطه ان هم يبقى في مليون عربيه كهرباء. امريكا سنه 2030 هتوفر حوالي من 18 ل 38% من نسبه استيراد واستهلاك البنزين. مصر سنه 2030 لو فضلنا ماشيين على نفس المنوال والزياده في عدد استهلاك البنزين وزياده عدد العربيات يكون عندنا في حوالي 10 ل 12 مليون عربيه زائد 5 مليون موتوسيكل، زائد ان احنا هنكون بنستهلك ساعتها حوالي 12 مليار لتر بنزين بما يعادل حوالي 800 ل 900 مليار جنيه سنويا. ده من العربيات والموتوسيكلات فقط. امبيو سنه 2030 هتوفر لمصر في حدود من 3% ل 5% من استهلاك البنزين، يعني في حدود 4 ل 5 مليار جنيه. هنوفر 3000 ل 5000 فرصة عمل لشباب ومهندسين كواليفايد جدا ان هم يشتغلوا في شركات عالمية. بس ما عندهمش الفرصة دي في مصر عشان التكنولوجي في السوق المصري قليلة. كل ده ازاي؟ ان احنا هنصنع حاجة الكتريك تراي سايكلز. زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي على الشاشة الكتريك تراي سايكلز. دي زي الموتو سايكل بالظبط بس الكونسبت المختلف فيه ان هو كونسبت تلات عجلات، كونسبت ستابيتي سسبنشن وستينج ودوران العجل. كل ده ليه؟ احنا واثقين ان احنا هننجح واثقين ان احنا عندنا بوتنشال رهيب في مصر وبره مصر عشان احنا اول مره في العالم هنصنع الموتو سايكل والتاي سايكل من الكربون فايبر. ودي اول مره. ولو حضراتكم تعرفوا تسلا، تسلا لسه بتفكر كمان سنتين انها تبدا تصنع العربيات بتاعتها من الكربون فايبر. لو بنتكلم على المنافسين بتوعنا، المنافسين بتوعنا 10 ل 12 شركه بتصنع الكتريك موتو سايكل، ارخص واحد فيهم في حدود 4000 دولار، يعني في حدود 8000 جنيه. لو الكتريك تاي سايكل زي ده ارخص واحد فيهم 7000 دولار، يعني في حدود 140000 جنيه. احنا بنأكد لحضراتكم ان المنتج او الالكتريك تاي سايكل بتاعنا هيبقى من 20000 ل 40000 جنيه مصري، يعني في حدود 1000 ل 2000 دولار. الكونسبت بتاع الكربون فايبر ليه احنا متاكدين انه هينجح؟ عشان احنا ده اللي اثبتناه في العربيه بتاعتنا واللي اثبتنا من ناحيه الكونسبت بتاع الباور الكترونكس والالكتريك. طيب اوكي. طب خلينا نشوف العربية. طب قول لنا بقى بتعمل ايه ولا ايه؟ يعني هي العربيه دي يعني هي دي اللي انت هتعملها؟ دي عربيه بالكهرباء بالبطاريه بالظبط. حضرتك لو شفتي هنا. طب تعالى وائل كده، بس انت طويل مش عارفه ده مش ممكن ادخل جوه. مش ممكن ادخل جوه، هي عايزه حد اقصر شويه بس. أوكي. انا بصيت عليها قبل التسجيل. انا حاولت بس انا ايه خايفه ان انا ادخل ما اطلعش. امسكي نفسك. وبعدين لا لا يا جماعه دي صعبه. لا 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 لو على ايه نقع ولا حاجه. دي الباور الكترونكس كلها هنا حضرتك تشوف الموتور الدي سي دي سي كونفرتر البطاريه. انتوا جبتوا كاربر فايبر؟ ده اصلا لا 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 كل حاجه من هنا ده فايبر جلاس اصلا. واستحمل جوه في حدود شخص في حدود 100 كيلو. الكربون فايبر هيبقى احسن بكتير طبعا. زياده على كده كل حاجه هنا في حدود من 80 ل 85% كل ده احنا اللي مصنعينه. احنا مش جايبين من بره غير البطاريه. حتى الموتور جايبين من مصر. طيب انا عندي طب انا مش فاهمه الريليشن ما بين ده وما بين الكونسبت. الكونسبت حاجات كتير. كونسبت الكربون فايبر اللي احنا هنبني عليه البرودكت بتاعنا اصلا ان هو الكربون فايبر ده الشاسيه اللي حضرتك شايفاه ده في حاجات ميتال كتير وبيتصنع الشاسيه زي العربيات العاديه. احنا بنوفر كل ده، كل مراحل التصنيع من ناحيه العربيات او الموتو سايكلز كل ده بيتوفر ان احنا بنصنع الكربون فايبر. عملتوا شركه ولا لا؟ لا ما اسسناش شركه لسه. ما اسستوش بالظبط. انا عايز اعرف الفكره كلها. سيبك من مصر. اوكي. انت كومبيرد لاي حد بيعمل الكتريك كار او الكتريك كونسبت او الكتريك موتوسايكل. اوكي. فين الكومبتيتيف ادفانتج بتاعك؟ من اول كاربون فايبر احنا ما فيش اي حد في العالم بيعمل من كاربون فايبر. ليه؟ وات از ستوبينج هم ليه؟ هو عشان هم عايزين يبقى الانتاج اسرع. بس انا بوفر في المقابل بوفر كل فلوس التصنيع، كل فلوس الدهان بتاعه البادي. بس ده سيفر يعني ده امان يعني واكتر في الافشنسي. انا بقلل الوزن بنسبه 70%. انت متخيل ده هيريبليس توك توك؟
هقول لحضرتك حاجه. ساوث ايست لا هي في مصر. ما بالظبط اوكي في مصر. في مصر الموتوسايكل دلوقتي الصيني 15000 جنيه. انا الموتوسايكل بتاعي لو 20000 جنيه هو اصلا بيعوض بالبنزين. سرعتها قد ايه؟ سرعتها هتبقى في حدود 100 كيلو ماكسيمم. انا بشكركم يا شباب ويعني النتيجه في نهايه الحلقه. ولو انت من الناس اللي بيقعدوا يلفوا على زمايلهم في الشركه او الجامعه عشان يشوفوا مين ممكن يروحهم في سكته وكل يوم بظروفه، او انت بتحب تسيب عربيتك احيانا وتاخد تاكسي لكن مصاريف المواصلات بقت عبء كبير عليك، اتفرج على التقرير ده يمكن تلاقي حل. احنا هنا في مصر في اكتر من 10 مليون كرسي عربيه فاضي بيخش البلد كل يوم. بسبب الزحمه مصر بتخسر اكتر من 50 مليار جنيه سنويا. انا عن نفسي كنت باخد من البيت للشغل حوالي 5 ساعات كل يوم بيضيعوا بس في الطريق في الزحمه. وده ليه؟ مش عشان أنا ساكنة في محافظة تانية، لا أنا ساكنة برضو في القاهرة وبشتغل في القرية الذكية، بس الزحام المروري عامل أزمة كبيرة جدا لدرجة أنه عشان أوفر في الوقت يا إما بروح بدري قوي أروح متأخر قوي عشان أحاول أتحايل على المشكلة دي. الخمس ساعات من حياتي اللي بيضيعوا كل يوم دولت أنا كان ممكن أعمل فيهم مليون ألف حاجة، أحضر الماجستير، أقعد مع أصحابي، أقعد مع أهلي. انا مشكلتي في ان انا اصلا اروح الشغل، دي مشكله اكبر من ان انا بروح الشغل كل يوم عشان احلها. فمن هنا جت الفكره بتاعت رايح. واسمحوا لنا نرحب باحمد نجم من الشرقيه ومشروع رايح. اتفضل. انت جاي مش رايح. اه بالظبط كده. ازيك يا احمد عامل ايه؟ الحمد لله بركة. إيه؟ كله تمام الحمد لله. فين اخت؟ المفروض ان اختك معاكي يا شريكتك. اه ده حقيقي. ما جاتش ليه بقى؟ يعني احنا كده يعني التيم بتاعنا يعني حوالي 15 واحد. مش دايما مش بنعمل نفس الحاجه، بنقسم نفسنا ان كل واحد يعمل حاجه مختلفه يعني وكده. الفكره لطيفه ان انت واختك تبقوا شركاء في مشروع واحد. حاجه كويسه جدا طبعا، لان بنبقى عارفين بعض من الاول، فعارفين البيرسوناليتي تايبس يعني بتاعت كل واحد، فبنقدر نشتغل مع بعض على طول يعني. طب يلا اتفضل قدام اللجنه بقى اشرح لنا ايه القصه. تمام. دول 3 كراسي فاضيين. 3 كراسي فاضيين دول انا باخدهم معايا وانا رايح الجامعه، باخدهم معايا وانا رايح الشغل، باخدهم معايا تقريبا على طول. اكتشفت ان الموضوع ده مش بتاعي انا بس، طلع ان معظم الناس بتعمل زيي. احنا عندنا اكتر من 5 مليون عربيه، 70% من العربيات دي فيها 3 كراسي فاضيين، ده معناها اكتر من مليون كرسي فاضي كل يوم رايح الشغل ومليون كرسي راجع من الشغل. فعشان كده عملنا ريسيرش اكتر، لقينا ان القاهره تاني ازحم مدينه في العالم. احنا بنخسر 12 مليار دولار سنويا بسبب الزحمه. تلت وقتنا المهم بيضيع عشان 4 ساعات يوميا هو المعدل الافريج للمواطن المصري ان هو يروح الشغل ويرجع من الشغل. الحكومة بتدفع 55 مليار جنيه سنويا حتى 2016 عشان دعم البنزين، واحنا بنستهلك حوالي 22 طن يوميا، 22 ألف طن يوميا من البنزين، مع ان في اكتر من 10 مليون كرسي يوميا رايحين و10 مليون كرسي راجعين من الشغل كل يوم. احنا مش بنشارك مع بعض، ده بسبب 3 أسباب مهمين. اول سبب ان احنا اكيد مش هنركب حد احنا مش بنثق فيه معانا في العربيه. تاني سبب ان احنا مش متاكدين بالظبط امتى بنروح الشغل وامتى بنرجع من الشغل، وحتى لو ركبنا مع بعض احنا مش هنقبل ان احنا نحاسب بعض على فلوس المشوار او البنزين. عشان كده احنا عملنا رايح، هي موبايل ابلكيشن بلاتفورم بي تو بي بيست مخصص للشركات، عشان الموظفين يقدروا يروحوا الشغل ويشاركوا بعض المشوار يوميا بطريقة أمنة وموفرة وسهلة. رايح كسب تاني أحسن تطبيق موبايل أبليكيشن في العالم في موبايل وورلد كونجرس، المؤتمر الدولي للهاتف المحمول في برشلونة. تقابلنا مع
ناس هنا كتير قوي من مصر واللي كانوا دايما بيقدموا لنا الدعم زي وزير الاتصالات، وزير النقل، ووزير التنمية المحلية. في أكتر من 300 شركة تواصلت معنا لما عرفوا عننا عشان نقدم لهم الخدمة دي، وإحنا حالياً بنشتغل مع شركات كتيرة من ضمنها أكبر البنوك في مصر. وحالياً إحنا مش ستارت اب مصرية أو مش شركة مصرية بتشتغل في مصر بس، إحنا من بداية من السنة دي هنبتدي نشتغل مع أكبر بنك في فنلندا في هلسنكي إن شاء الله. كلمني على البيزنس موديل، أنت بتعمل فلوس إزاي؟ وكلمني على البيزنس، على يعني أنا ونيفين، نيفين مساكنة جنبي كويس؟ لازم تكون في نفس الشغل معايا ولا مش شرط؟ لازم تكون verified على حسب الشركات. في شركات بتبقى عايزة إن الموظفين بتوعها يركبوا مع بعض بس، وفي شركات بيبقوا open إن هم الموظفين بتوعهم يركبوا مع شركات جنبها زي الشركات في سمارت فيليج. فأي حد ممكن من سمارت فيليج as long as الشركة موافقة إن أنت تركب مع الناس التانية it's okay for us as well. فإحنا البيزنس موديل بتاعنا it's B2B subscription based model technology as a service. هنطلب الخدمة إزاي؟ يعني بتشتغل إزاي؟ تمام، تواصلوا معنا على الفيسبوك شانل بتاعتنا رايح إيجيبت، ابعتوا لنا ده. يفضل إن أنتوا تكونوا شركة موجودة هنا في مصر، وأحسن هيك يكون أكتر من 500 شخص في الشركة دي، واحنا بنتواصل معاكم وبنبتدي نشوف ازاي نقدر نقدم لكم السيرفيس دي على احسن مستوى. بتشتغل ازاي السيرفيس؟ يعني النهارده ازاي نفس الاشخاص هتركبهم جنبك؟ تمام، حلو قوي. احنا ممكن يعني نعمل اي برودكت ديمو سريع جدا. هي اتس بيزيكلي اتس فيري سمبل. في الاخر بتخش على الابلكيشن، بتختار الكوميونتي بتاعي او الشركه بتاعتي، لازم بساين اب بالايميل بتاع الشركه عشان اقدر افيريفاي الشخص ده او اتاكد من هويته ان هو فعلا تابع للشركه اللي هو بيقول ان هو تابع ليها عشان الامان. فبعد ما بنقدر نفيريفاي الشخص ده، كل يوم الصبح بيقول ان هو عايز ريكويست ا بيك اب او عايز ان هو ياخد عربيته، واحنا في اسرع وقت بنجيب له ماتش. هو مش بيدور على اي ماتش، مش بيدور على حد يركب معاه، احنا بنجيب له حد في اسرع وقت ممكن. وهو ما يدفعش فلوس، اللي هو احنا الاثنين بنرفع. مين بيدفع فلوس؟ ما حدش بيدفع فلوس. الكومباني الشركه بتدفع لك انت فلوس بالظبط كده. اوكي، عشان نقدر نشيل الاوكوردنس او الاحراج في التعامل المادي ما بين الناس وبعضها. تمام، يعني لو كل يوم انا اللي وصلت نيفين وهي قعدت ما عملتش حاجه، تمام، انا باخد ايه بقى؟ البوينتس بتحسب. قول لي 30 يوم، في 30 يوم بعمل ايه؟ تمام، البوينتس بتحسب بالكيلومتر، بنحسب على قد المسافه اللي حضرتك بتوصلها. كويس، وبنحسب ان ليك بوينتس عند نيفين او عند الشركه بتساوي ثمن البنزين في الموضوع ده في الفتره دي. اوكي، فلو حضرتك برضو ركبت اثنين بيبقى في دبل الموضوع ده، لو ركبت ثلاثه بيبقى دبل. البوينتس دي بيعمل بيها ايه؟ هاخدها ازاي انا بقى ولا اعمل بيها ايه؟ تمام، البوينتس دي بنريديم من الشركه نفسها. هي بتريديم في واي اوف جاس بوينتس. في الاخر الشركه بتديني فلوس. بتديني انت هنا اتس الدرايفر، هو الشركه هي اللي بتقرر. لو انا كشركه قررت ان انا هدفع لوائل في الحاله دي من فلوس الشركه هعمل كده، او ان انا هخصم من نيفين من مرتبها ده قرار الشركه مش قرارك انت. بالظبط، ومش دايما احنا بنسميه، يعني هو مش درايفر، هو في الاخر هو كار اونر، هو حد رايح الشغل. انا فاهم، اتس كار بولينج. بالظبط، وهو الموضوع مش دايما بيبقى حد بيبقى بيكونسيوم وحد بيبروديوس، في الاخر بيبقى اكسشينج. في ناس كتير بتبقى عايزه تسوق يوم وما تاخدش عربيتها مثلا يومين، وتسوق يوم تاخد اتنين زمايلها وكده. انا بشكرك يا احمد، وخلونا ندب لمتسابق التالت. لو قلبك بيوجعك وانت بتشتري حاجه في مصر وانت عارف انها بنص الثمن بره، تعالوا نشوف التقرير التالت. اسمي مصطفى عزت، من اسكندريه. اتخرجت من قسم كمبيوتر ساينس من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. أيام الكلية كنت متعود كل سنة بسافر 3 أو 4 دول مختلفة، ولما كنت بسافر كنت دايماً متعود أشتري لبسي وأغراضي الشخصية كلها من برة، والسبب إن أسعار الحاجات برة بتكون أرخص من مصر بكتير، وغير كده بيبقى فيه حاجات مش موجودة في مصر أصلاً لازم بكون بشتريها وأنا مسافر. يعني اللابتوب ده مثلا سعره في امريكا بما يعادل 12000 جنيه، لكن سعره في مصر معدي 30000 جنيه. وبالنسبه للساعه دي فهي مش موجوده في مصر، ولو كانت موجوده في مصر فثمنها يعدي ال 4000 جنيه، رغم ان هي في امريكا ثمنها بما يعادل 1200 جنيه بس.
وقيس على كده حاجات تانية كتير بقى، سواء لبس، إلكترونيات، مستحضرات تجميل. وعشان كده احنا بنستنى حد يكون جاي من بره، سواء اهل او صحاب، يجيبوا لنا الحاجات اللي احنا نفسنا نجيبها. لكن مش على طول بيكون في حد نازل من بره واحنا نفسنا نجيب الحاجات اللي بنحبها، فايه الحل؟ مصطفى البطش من اسكندريه وايمن الحكيم من القاهره ومشروع لينكس، اتفضلوا يا شباب. اهلا بيكم. ايه لينكس بقى؟ قولوا لنا ايه لينكس ده؟ لينكس هو اولا في اكتر من 500 مليون منتج موجودين اونلاين في العالم، ولينكس بتسهل للناس في مصر ان هم يقدروا يشتروا اي منتج هم عايزين يشتروه من اي موقع تسوق في العالم. طب اتفضلوا بقى عشان ناخد الوقت كله. نكمل؟ كمل. طيب الطريقة طبعا زي ما احنا قلنا، لينكس بتسهل للناس في مصر ان هم يشتروا اي منتج هم عايزين يشتروه اونلاين من اي موقع تسوق في العالم. الطريقة بسيطة جدا، كل اللي عليكم انكم تختاروا بس المنتج اللي عايزين تشتروه. بتدخلوا على الموقع المفضل ليكم، مثلا ممكن اي باي من امريكا او علي اكسبرس من الصين، تختاروا المنتج اللي انتوا عايزين تشتروه، وبعد كده بتعملوا نسخ للرابط بتاع المنتج، وبعد كده بتدخلوا على لينكس عندنا وبتدونا الرابط ده، تقولوا لنا عايزين تشتروا ايه، واحنا نقول لكم التكلفه الاجماليه بالكامل بالجنيه المصري بما فيها الشحن والجمرك واي مصاريف تانية. بعد كده بيحصل مع عمليه الدفع، وبعد الدفع احنا بقى بنبتدي شغلنا، بنشتري المنتج، بنشحنه دوليا لمصر، بنخلصه من الجمارك، وبعد كده بنوصله بقى لباب بيتك، واتيفر انت فين، في اي مكان في مصر. هو معانا يعني جبنا النهارده معانا عينه من المنتجات اللي بيشتروها ناس من لينكس، وكلها براندات عالميه، واسعارها اسعارها ارخص بكتير مقارنه بالاسعار الموجوده في مصر. مثلا المحفظه دي بتتباع في مصر باكتر من 1000 جنيه، بس مع لينكس الناس قدرت انها تجيبها بنص الثمن 500. طب ممكن نجرب الويب سايت عشان افهم؟ اكيد. هو الويب سايت اهو، يعني انا اشوف كده حاجه مثلا على تمام، ده مثلا دي نفس الشنطه اهي. تمام، احنا جايبينها هنا، وده اللينك بتاعها. بنعمل له كوبي وبنيجي عندنا هنا وبنعمل بيست، ببعتها لك بقى. بس هو ده كل اللي عليك، مفيش اي حاجه تانية تعمليها خالص. اوكي، على طول احنا بقى اوتوماتيك بنجيب المعلومات بتاعت الشنطه ديت، التايتل بتاعها اهوت، تختاري الكالر اللي انت عايزاه، اللون اللي انت عايزاه. تمام، تختاري السايز اللي انت عايزاه هنا، بتحط السعر هو 30 دولار سنة واحدة بس. تمام، وخلاص بعد كده بتعملي إضافة للرابط. وانت بتحس مجرد ان احنا عملنا كده خلاص الشنطة هي اتحطت وسعرها هو بيزود الجمارك والضرايب. انت بتحس بالجنيه المصري؟ بالجنيه المصري طبعا. تقدري تدفعي كاش او بكريدت كارد، وات ايفر الطريقة اللي انت تحبيها. مش كان في خدمات كتير زي كده، مش كده؟ مظبوط. في العالم عامه، ارامكس، لا قصدي حتى المنطقه بتاعتها، عشان في جمارك، في حاجه اسمها شيب اند شوب من ارامكس، شوب اند شيب بتاع ارامكس. انت بتنافس شوب اند شيب؟ مظبوط. مظبوط. تعملي فلوس؟ احنا في سنتين ونص دول جبنا استثمارات حوالي 750,000 دولار، اغلبها من مستثمرين اجانب. عملنا مبيعات اكتر من 5 مليون دولار. ودلوقتي بدأنا ان احنا نطلع بره مصر، يعني دلوقتي دخلنا الخليج، دول زي السعودية والإمارات، وهدفنا ان احنا طبعا نساعد الناس اللي في الدول النامية ان هي تقدر يبقى عندها وسيلة ان هم يشتروا اي حاجة هم عايزينها من اي دولة تانية، سواء امريكا او الصين. او انت بتحط قد ايه بروفيت على السيرفيس بتاعك؟ يعني انا فاهم انت حطيت السعر وحطيت عليه الجمرك، الجروس مارجن بتاعك قد ايه؟ 15%. بس ومع ذلك بتبقى ارخص. ده جروس ولا بروفيت ولا نت؟ ده جروس. الجروس بروفيت 15%. طبعا معلش نفيد سالتك سؤال مهم، انت يو بروك ايفن ولا لا؟ بروك ايفن، وكنا بنحقق نت بروفيت طبعا. بعد الديفالويشن حصل دروب شويه طبعا، لكن احنا يعني بالانفستمنتس اللي معانا وكده قادرين ان احنا نقف على رجلينا. قصتكم توصلوا لايه؟ طبعا احنا التسوق الالكتروني عامه هو مجال كبير جدا. لو هنتكلم على الشرق الاوسط بس، فهو النهارده في 15 مليار دولار كسوق، في خلال 4 سنين هيوصل ل 50 مليار دولار. احنا نفسنا ان احنا نكون جزء من الاي كوميرس في الشرق الاوسط وفي العالم طبعا، يعني فنفسنا ان احنا نكون شركه
تسوق إلكترونية كبيرة جدا في الشرق الأوسط والنافس سوق وأمازون وكل الشركات كبيرة دي. أشكركم ونتيجة نهاية الحلقة. وكان شرط دخول المسابقة دي إن يكون عمرك بين 18 و 35 سنة، لكن هل ممكن شباب يبدأوا بيزنس وهم أصغر من 18 سنة؟ خلونا نشوف. وانا صغير كان بيبقى عندي افكار كتيره، حاجات تقدر تحسن المجتمع وتطوره، ما كنتش بلاقي بيئه تقدر تشجعني. ففكرت طب الناس اللي عندها مواهب واللي تقدر تنفذ مشروعها وعندها افكار وعندها القدره على التنفيذ والحركه بس ما عندهاش العلم الكافي اللي تقدر تبتدي بيه، يعملوا ايه؟ الفكرة كانت بالنسبة لي أول ما قلت لها أنا داخل حاجة فيها بيزنس وكلام من ده، كان أول حاجة قالت لي إن سنك صغير على الكلام دوت، خلص كليتك وحاجتك وابتدي فكر في الموضوع ده. عارفين التعليم في المدرسة طبعا بيكون تقليدي، نفس المحتوى بندرسه كل سنة، كل الحاجات اللي احنا بندرسها هي هي، مفيش أي حاجة كانت محفزة إن أنا أبدأ بيزنس جديد. أنا كان بيجي لي أفكار بس ما كنتش أعرف ألاقي البيئة اللي تشجعني. المشكلة إن ما كانش في مؤسسات أو جامعات أو مهما كان إيه بتدعم طلاب المدارس، شايفين إن هي مش طبقة مش منتجة أو فئة مش منتجة. أحمد طارق وأحمد مختار من اسكندرية ومشروع أنت برونور، يعني مش أنتربرونور، أنت برونور، اتفضلوا يا شباب. انتوا ثانوية عامة ها؟ وازاي قدرتوا تجولنا وانتوا ما بتز... يعني المفروض تكونوا دلوقتي في الصومعة زي صغيرين كده وبتفكروا في مشروع وحاجات كده، مش تذاكروا حسن؟ طبعا ممكن نعمل الاثنين. احنا ممكن نعمل الاثنين. بوتنشال احنا عندنا طاقة كبيرة تمام، فما حطيناهاش في التعليم بس، فقلنا ان احنا ممكن نشتغل على بروجكت يقدر يعلمنا ويدربنا قبل ما احنا نساعد في بنائه، وفي نفس الوقت ان احنا نقدر نفيد بيه زمايلنا والطلاب اللي موجودين في المدارس في المجتمع بتاعنا. ايوه ده مش بيعطلكم؟ مش طولتوا شويه في ثانويه عامه يعني؟ يعني لا خلاص والله كويس، هنخلص والامتحان كمان اسبوعين ان شاء الله. اتكلوا على الله. اتفضلوا. يعني ايه انت برونور؟ هنقول مساء الخير. انا احمد طارق من اسكندريه. وانا احمد مختار من اسكندريه، 19 سنه. وانا 20 سنه. احنا في مشكله معينه انت برونور معمول عشان يحلها. المشكله ان في جو عام محبط للشباب، في وضع اقتصادي، في مشاكل كتير، في طاقات كمان مش بتستغل باي شكل من الاشكال. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلق عوامل مغيره تخلي الشباب اللي يتحولوا لعوامل مغيره يغيروا في المجتمع الريادي حواليهم ويغيروا في مجتمع النشأ بتاعهم، بلس ان احنا عايزين نطلع شركات نشأة من عندنا تقدر تدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، بلس ان احنا عايزين نوجه الطاقات الكامنه بتاعت الشباب دي في حاجه تفيدهم وتفيد مجتمعهم. ومن هنا جت انتربرنور انوفيشن نتورك فور تينيجرز. احنا بنعلم النشأ من سن 12 ل 18 سنه ازاي يحولوا الافكار بتاعتهم لمشاريع ثابته وموجوده في السوق يقدروا يستفيدوا منها سواء على الجانب المادي او على جانب الخبره. احنا بنعمل ده ازاي؟ بنعمل ده عن طريق اربع حاجات. اول حاجه ان احنا بنعمل سمر بروجرام اللي هو ما يعرف بالراوند، ده بيبقى انتنسيف تريننج في البيزنس والانتربرنورشيب، بنشتغل فيه على ديفرنت توبكس منها الانتربرنورشيب، البيزنس، ماركتنج، فاينانس، اوبريشن والايديشن فيز. بيبقى في حاجه اسمها السكول بروجرام، ده نفس الكريكولم برضو ادفانسد بس بيبقى معمول في وقت الدراسه. وعندنا منتورنج بروجرام، الستودنتس وقت ما هم بيشتغلوا بيبقى في كومبيتيشن وذ بروفيشنال جادجز وبروفيسورز ان بزنس فيلد، بيقدروا يشتغلوا ان هم بيقيموا فبيبقى عندهم افكار مشاريع. بيبقى في الجادول بروجرام احنا بنعمل لهم كايند اوف نتورك للمنتورز والانفسترز ان هم يقدروا يبوش الستارت ابس بتاعتهم وينزلوا بيها السوق. واخر حاجه ان احنا نعمل اونلاين بلاتفورم نقدر نحط الكونتنت بتاعنا وانكريز الاورنس. على مدار 3 سنين اشتغلنا، اول سنه كانت ريسيرش وبريبريشن، بعد كده سنتين اشتغلنا بالتعاون مع مركز رياده الاعمال في الاكاديميه العربيه. اول سنه اشتغلنا مع حوالي 30 متطوع عشان نختار 52 مشارك من اصل 160 مقدمين، طلعوا في الاخر 11 شركه ناشئه بافكار مبدعه. تاني سنه اشتغلنا على حوالي 80 مشارك اخترناهم من اصل 220، طلعوا حوالي 27 فكره مشروع مبدعه. احنا الفاينانشز بتاعتنا از افريج لكل بروجرام ليه سعره، بس الافريج كوست هو 400 جنيه بيبقى الانتنسيف تريننج بير هيد. احنا بنشتغل على حاجه ثانيه ان احنا جنب البارنتس احنا بنعمل كايند اوف بارتنرشيب وسبونسرشيب زي مثلا الانتربرنورشيب سنتر مع العرب اكاديمي، ان هم بيكفر
معظم الكوست او التوتال كوست كله. فده بيخلينا نقدر ندخل او نريكروت ستودنتس كتير. احنا باصين لايه في الفيوتشر بلان؟ احنا عايزين في خلال السنين اللي جايه نقدر نزود عدد الشركات الناشئه اللي بتطلع من عندنا عشان تدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، ونقدر نوجه طاقات الشباب الكامنه لحاجه تفيدهم وتفيد مجتمعهم عن طريق الستارت ابس اللي هم بيعملوها او عن طريق تاثيرهم في مجتمعهم حواليهم. غير كده وكده ان احنا عايزين نعمل برنامج دعم وتوجيه للشركات الناشئه اللي بتطلع من عندنا عشان مش مجرد ما يخلصوا خلاص يوقفوا المشروع. ايه الشبكه دي؟ الشبكه دي انوفيشن نتورك. نتورك احنا النتورك اللي فيها المعرفه والفلوس. احنا عندنا تيم 8 كور تيم، هم دول اللي بيشتغلوا على ديفرنت فيلدز من البروجكت، منهم الاديوكيشن، الاوبريشن، من اللوجيستكس اللي احنا بنشتغل عليها، الفيجوالز والماركتنج، والنتوركينج والبي ار مع الاذر انتيز اللي بتشتغل في الانتربرينورشيب فيلد. احنا عندنا اربعه ستودنتس من الجراد ستون على مدى سنتين في اول وتاني سنه، فانا احب اقدمهم. فاطمه، اتفضلوا يا شباب. واحد محمد عطيه، منار، عيال، وريم عادل. شباب انتوا كلكم عندكم امتحانات ايه بكره مثلا ولا ايه؟ يا نهار ابيض. طب يلا بسرعه بقى عشان تروحوا. انا فاطمه اكرم، 19 سنه، من برج العرب، اسكندريه. انتربرينور كانت من الخطوات المهمه جدا اللي انا خدتها واتعلمت منها حاجات كتير، بس في حاجتين اتعلمتهم فرقوا معايا جدا. اول حاجه ان انا اتعلمت ان في مشكله يبقى في حل. انا فهمت من ده انا وظيفتي ان انا الاقي حل للمشكله دي. فكبنت في مكان مش بيتقدم فيه خدمات كافيه للبنات، فكرت في مرايه. مرايه مكان بيقدم اربع خدمات بنحاول فيها نغطي جزء من حياه البنات، هي خدمات تعليميه، خدمات ليها علاقه بالتكنولوجي، رعايه الطفل، ومساحه ابداعيه. دول بيزيكلي الاربع خدمات اللي احنا بنقدم. عشان بس الوقت، اتفضل بسرعه. محمد عطيه، 19 سنه. انا فكرتي باختصار هي هاند ميد، هو اونلاين بلاتفورم للحاجات الهاند ميد، بوصل للناس اللي بيعمل حاجات هاند ميد للناس اللي عايزين يشتروها، وانا وسيط في النص. اتعلمت حاجتين اساسيين في انتربرينور. اول حاجه انا سوفت سكيلز، انا كنت زيرو، انا كنتش بقدر حتى اتكلم مع اهلي، فانا يعني ان انا مجرد اقف قدام حضراتكم دي خطوه كبيره. يعني قدام حضراتنا قدام الملايين. تاني حاجه في المستقبل هتغني. كنت اتمنى. تاني حاجه ان انا انتربرينور فتح لي نتورك لحاجات تانية، تريننجز وحاجات ادفانسد اكتر من انتربرينور، كانت وصلوا لي عن طريق انتربرينور، يعني من غيرهم ما كنتش وصلت لحاجه. هم دول كلهم دفعوا فلوس لكم؟ لا، هم كان الكوست بفلوس، بس في اول سنتين احنا كنا السبونسر بتاعنا الاربكا. طيب نسمع ريم عادل، بنات انا ريم عادل، عندي 16 سنه، في اولى ثانوي. انا اتعلمت في انتربرينور ازاي اكون واقفه قدام جادجز زي حضراتكم كده، ويكون عندي ثقه في نفسي واعرف اعرض الفكره كويس واوصلها. اتعلمت كمان ازاي اكون شغاله في تيم ويكون عندي ميعاد محدد لازم اقدم فيه التاسك اللي كان بتاعي يعني، وكمان ازاي اعمل بزنس موديل للمشروع بتاعي. اوكي. منار انا منار مجدي، عندي 15 سنه، في اولى ثانوي. ريم عادل معايا في التيم. احنا البروجكت بتاعنا اسمه موديليستا. المشروع بتاعنا عبارة عن سريعا ويب ابلكيشن بيسهل لك ان انت تشتري لبس، وكمان بيوفر لك الوقت وبيجمع اكبر عدد من المحلات. طيب نسال بقى عشان الوقت. الحقيقه يعني انا حاسه ان اللي انتوا بتعملوه ده هوت مهم ان هو يكون في كل المدارس وفي كل الفصول، حاجة رهيبة. يعني حاجه الحقيقه. بس 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 فكره ان يبقى في حد لسه في المدرسه واقل من 18 سنه ممكن حد يعمل مشروع. لا، هي يمكن مش مشروع قد ما هو يبقى الكوريكولم نفسه فيه بالظبط التعليم ده هوت، فالمنهج ده هوت لو كان فعلا يعني زي انجاز كده هوت، اللي هو انت بتعلمي وفي الاخر بتروحي الانديفر، وهو الفكره ده لو كان في قلب المنهج هيبقى كويس، لانه هو مش هيطلعكم من الدراسه نفسها يعني. هي لازم نسال بقى عشان الوقت نسال الشباب. انا عاجبني انهم يطلعوا بره الدراسه، يطلعوا بره الدراسه ولا يهمهم. بقول لكم ايه، بكره مش مهم الامتحان عايزين نسال بس الاسئله عشان نقدر نعمل فاليوينج البيزنس مودل. بقول لي بتعمل فلوس ازاي؟ طيب احنا بنسال بير هيد الافريج كوست 400. بنشتغل على البيرنتس افريج انكم. لا، ده الانكم ليك مظبوط. فده بيتباع از ا تريننج بروجرام
زي ما قلنا احنا ممكن نشتغل مع بارتنرز زي الارب اكاديمي بيكفر موست او الفول الكوست، بس في الـ في الـ في البلان اللي قدام ان احنا لا ان احنا هيبقى في نت بروفيت وان احنا شغالين على الموضوع ده على مدار السنتين. انتوا النهارده بتعملوا بروفيت ولا لا؟ السنه دي هيكون اول بروفيت لينا. اول سنتين احنا كنا بنتست ان احنا اول ناس تشتغل انتربرينور شيب. حلو، الريفينيو بتاعك قد ايه؟ الريفينيو بتاعي على اول سنه على البلان اللي محطوطه ان احنا نطلع ب 30000 جنيه. جميل. بالسال بتاع السكول بروجرام والراوند. ومين اللي بيحط الكريكولم بتاعكم؟ اللي بيحط الكريكولم بيبقى بارت، احنا بنشتغل مع انتيتيز بتشتغل عندها تريننج للانتربرينور شيب زي الانتربرينور شيب سنتر واذر انتيتيز اندافر او ممكن بتاخد منه الكريكولم. بنخليهم يا اما يجوا المنتورز يا اما يدربوا التيم بتاعنا. واحنا شغلنا ان احنا نفاسيليتيت الكريكولم، مش المشكله في الكريكولم ذات نفسه، المشكله في الفاسيليتيشن. ان احنا نخلي ناس عندهم 13 سنه يقدروا يحسبوا الفاينانشلز ويعملوا بالانس شيت ويحسبوا الكاش فلو والبريك ايفن بوينت، فدي مش حاجه سهله. فشغلنا اكتر ان احنا بنخلي الكريكولم مش سهله عند حد عنده 50 سنه فهي مش سهله. انت بيزيكلي يور تريننج كومباني، واللي انت بتحاول تعمله انك انت بتجيب ناس مستعده انها تتطوع او تعمل لك سبونسر شيب ببلاش وانت بتريكروت. مش الكور، لان احنا عندنا ناس بتاخد مرتب. اوكي. يعني هو مش مرتب كبير في التوقيت الحالي، بس في ناس فعلا بتاخد فانت بتدور على ناس عشان يدوا الكريكولم دي. لا، احنا في مننا ناس بتتدرب وبتاخد تريننجز مع انتيتيز ثانيه وبتيجي فاسيليتيت الكونتنت. معظمنا يعني احنا بنتكلم على المانجنج تيم فهم ثانويه عامه، الدليفري بتاعنا بيبقى احسن من ناس كبيره. وده احنا عملنا له تيستنج مع لما نشوف مثلا منتورز بنقعد معاهم ويبتدوا هم يدوا تريننج، فتبقى الواي اوف كوميونيكيشن صعبه شويه. كام سيشن بتعملها في السنه؟ اراوند بيبقى حوالي 12، من 12 ل 14 سيشن بالايديشن، بلس بيبقى في كومبيتيشن في الاخر بيعرضوا قدام جادجز زي حضراتكم كده، ناس مثلا انتربرينورز او بروفيسورز. لا، في الاول في توقيت الحالي احنا بنشتغل من كووركينج سبيسز بتاع حد فيكم مش كده؟ احنا الاثنين وي ار ذا فاوندرز اوف اذر كووركينج. عندكم بزنس ثاني كمان. انا بشكركم، ودول كانوا اخر متسابقين معانا في الموسم الاول من هنا الشباب، واخترنا ان احنا ننهي باصغر جيل شباب صغير جدا لكن ابتدى يحلم بالبزنس بدري جدا. هل ممكن؟ اتمنى انه يكون ممكن. بشكرك احمد واحمد، والتفاصيل بعد الفاصل، ونشوف بقى مين اللي هيكون هيتاهل. وحان وقت النتيجة، وهنعرف دلوقتي مين صاحب المشروع الثالث اللي او المشروع اللي هيكسب، يعني اللي هيتنافس في فاينل شهر مايو. هل العربية اللي صممها شباب الجامعة الألمانية علشان ترحمنا من غلاء البنزين وتقلل الزحمة، ولا مشروع رايح اللي هو زي كاربولينج اللي عايز يقلل كمية العربيات في الشوارع، ولا لينكس اللي بيسهل لك عملية الشراء من برا مصر، ولا مشروع انت برونور اللي بيقدمه جيل جديد، جيل صغير جدا من رواد الأعمال عندهم امتحانات، فاحنا عايزين نخلصهم بسرعة عشان يلحقوا يروحوا يذاكروا. الحكام خلاص الرأي واضح؟ كان واضح؟ واضح. وائل اتفضل. نمرة 4 أمبيرو. البيزنس ده بيزنس صعب جدا بتاع العربيات وبتاع، وهيبقى فيه منافسة غير طبيعية في المستقبل. لو انت عملت اي حاجه في ناس هتدوس على زرار وتعمل لك ملايين المنافسه. بس اي لاف ذا فاكت ان انتوا رحتوا سافرتوا وعملتوا مسابقات وحاجات زي كده، هايل يعني. نمره 3 لينكس. متهيألي ان هو بزنس موديل كويس، بس كنت مضطر اختار بينك وبين الناس الثانيه اللي موجوده. ما بين 1 و2 بصراحه انا حبيتكم انتوا اكتر، بس خليتكم نمره 2. طب ده حبيتهم اكتر خليتهم نمره 2 ليه؟ عشان مش بزنس، عشان مش بزنس. This guy is by far من احسن الناس اللي شفتها النهارده، من احسن الناس شفتها اكشلي في المسابقه كلها يعني. يبقى كده رايح واخد 4 نقط، انتربرينور خد 3، لينكس 2، و امبيرو او امبيرو نقطه واحده، ونيفين نمرة 4 برضو امبيرو. يمكن برضو مش فاهمة البيزنس موديل هتاخدوه فين. نمرة 3 لينكس، بس هرجع اقول برضو عشان يمكن في توجه عام
لان انا اصدر وليس استورد. نمره 2 برضو انتربرنور، although it's not a business، برضو هي المشكلة ان it's not really a business. والحقيقة رايح طبعا يمكن سابق علشان يمكن المرحلة more advanced. يبقى اذا في اختيارات نيفين كده النتيجة بقت رايح واخد 8 نقط، انتربرنور واخد 6 نقط، لينكس 4 وامبيرو 2. الحسم هنا بقى عند ايمن لانه لسه كده الدنيا مش محسومه قوي. لا امبيريو بالنسبه لي انا متفق مع ليفين وائل هياخد المرتبه الرابعه. الفكره كبيره قوي وحلوه والطموح عالي واحنا محتاجينها، لكن الفرق الكومباتيتيف ادفانتج بتاعكم مش واضح. بالنسبة لي كان انت برونور هو نمرة 3، رغم انه العاطفة هنا، يعني انا حبيبكو اكتر حد زي ما وائل قال. يعني انا مش مصدقاكم انتوا الثلاثة حابين انت برونور قوي بس مش قادرين تكسبوهم. بس انا غصب عني يعني محبتي ما حطيتهمش حتى نمرة 2. فانا يعني ليه؟ لانه اجتماعيا انتوا اكتر حد هيأثر، لكن لسه مش بيزنس. فاحنا لازم نلتزم بانه ده احنا النهارده بنتكلم على اللي انتوا بتدرسوه بقى الانتربرينورز، لسه في شويه شغل في الاريا دي لازم نعملها. بالنسبه لي نمره 2 لينكس، المارجن بتاعك صغير قوي، فكره جروس مارجن 15% مع ريسك عالي زي ده يو كود لوز يور بزنس في اي لحظه، فمحتاجين تفكروا في الجزئيه دي. علوا السعر. اذا رايح هو نمرة 1 هو الكسبان، رايح نمرة 1 هو اللي كسبان. ورايح محتاج يشتغل على الكالتشر ازاي هتعلي. يبقى الارقام دلوقتي معانا، رايح 12 نقطة، انتربرنور 8، لينكس 7، امبيرو 3. بس انا عارفة ان انتوا كنتوا عايزين تشوفوا وزير التربية والتعليم، وهحاول ان احنا في حلقة قادمة ان احنا نقدر ان احنا او يعني حظب يعني انا حاول اظبط لكم هذا الموعد ونعمل لكم ميعاد مع السيد الوزير. انتوا قلتوا انكم هتعملوا ديسكاونت لسي بي سي اعتقد. مظبوط، احنا اصلا بيبقى عندنا اشتراك سنوي 300 جنيه. ايوه. بس بالنسبه للمشاهدين سي بي سي لو يحطوا بروموشن كود اسمه سي بي سي يقدروا ياخدوا 100% خصم على الاشتراك السنوي ده. يا جماعه في هتحطوا سي بي سي لمده قد ايه بقى؟ لمده 3 ايام. مدة 3 ايام من عرض الحلقة لو اتحطيتوا سي بي سي على لينكس تاخدوا 100% خصم في الاشتراك. اذا رايح هو الفائز معانا النهاردة، وهو ده اللي رايح الفاينل، اخر فاينل في هنا الشباب قبل الجراند فاينل. وايمن كنت عايز تقول حاجة. انا عايز هعمل هدية خاصة مني لانتربرنور مقسومة لجزئين. الجزء الاولاني انه هخلي التيم بتاع انديفر يشتغل معاكو انه ازاي نخلق من اللي انتوا بتعملوه بزنس موديل. سو هنعمل ده وهنديلكوا الوقت الكافي عشان نخلق البزنس موديل. الحاجه الثانيه انه احنا انا كشركه وي ويل سبونسر الايفنت بتاعكو اللي جاي 100%. ده شيء ده انا بشكرك يا ايمن، ثانك يو فيري ماتش. بشكرك وبشكركم اعزائي المشاهدين، كانت منافسه سخنه جدا لكن الحقيقه كانت مفيده جدا ايضا. بشكركم وبحييكم ونتقابل الثلاثة الجاي، عندنا الفاينل الاخراني، ثم يوم الاربع عندنا حلقه ثانيه الجراند فاينل، والحلقتين هيكونوا على الهواء مباشره. تابعونا في هنا الشباب، وبحييكم انا لميس الحديدي، تصبحوا على خير.